صباح الخير، تبدأ نهاركم مع شاشة التلفزيون الجزائري. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في يوم جديد وعدد جديد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا جزائر، معكم في صباحة هذا الأربعاء 11 نوفمبر 2015. وراكم شفتوا الدكتور أيمن تحضر روحه مع المخرج تاعنا رستم اللي راح يخدمكم في هذه الصباحة، والفرقة التقنية رئيس الإرسال تاعنا الهاشمي الفقير، هذه الفرقة الأكثر نشاط، يعني النشاط داير حالة هنا في الأستوديو. إن شاء الله الاستفاقة تاعكم تكون طيبة وممتعه معنا. انتم كتوجدوا في روحكم باش تروحوا تقراوا ولا تروحوا تخدموا، اقعدوا معنا حتى للسبعه لانه فيه فقره السلوكيات وفيه كذلك اهم المواضيع اللي حتكون معنا في عدد اليوم. في فقره البيئه راح نتعرفوا مع سميره بن يخلف عن مهام المعهد الوطني للتكوينات البيئيه. بالنسبة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية تم تأسيسه سنة 2002. المهام التي يقوم بها المعهد الوطني للتكوينات البيئية ترتكز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية ونشر الثقافة والتربية البيئية في مختلف الأوساط الاجتماعية، والمهمة الثانية هي القيام أو إنجاز دورات تكوينية متخصصة لفائدة مختلف الشركاء ومختلف المعنيين بالبيئة. هذا هو موضوعنا في فقرة البيئة مع سميرة بن يخلف. أما في فقرة استشارات قانونية مع الأستاذة نسيمة خالفي، اليوم حتجاوب عن كل التساؤلات والانشغالات الخاصة بعقد الكفالة. وأكيد في كل مرة محمد قيس يجمع أسئلة المواطنين، ونحن نستناو أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/صباح الخير.tv. شوفوا بعض الأسئلة اللي جمعها محمد قيس. القانون الجزائري يمد الطفل الكفالة للأم مش للأب. هي الكفالة تحمي الطفل قانونيا على في القانون الجزائري، هي تحمي الطفل الجزائري من صغره حتى لا يتعرض إلى الأخطار المادية أو الأخطار غير المادية. أستاذ، حبيت أسقسيك على ما هي شروط الواجب توفرها للتكفل بالطفل الجزائري. أكيد الأستاذة نسيمة خلفي هتكون معنا في عدد اليوم باش تجاوب على كل هذه الأسئلة وأخرى في استشارات قانونية، في استشارات سيكولوجية الأستاذ فيها التنمية البشرية عبد الرشيد أبو بكري راح يجاوب عن كل الأسئلة والتساؤلات الخاصة بالطرق الكفيلة بتثمين الحوار بين أفراد الأسرة. والله في الآونة الأخيرة هذه نستطيع القول بأن ثقافة الحوار أصبحت منعدمة في جميع الأسر. ربما السبب يرجع في ذلك إلى اشتغال الآباء والأمهات في نفس الوقت، وربما الأطفال يدهم للروضة، بالتالي ما تكونش حتى يعني لقاء يجمعهم مثلا في وقت الغداء أو في وقت العشاء. ربما العائلة الجزائرية حاليا تجتمع في شهر رمضان فقط. والموضوع للزميلة عائشة مشتر في رحلتنا الخدماتية راح نتواصلوا بعد السيكولوجيا، نروحوا إلى سياحة وأسفار ونحت الدينا دليلتنا السياحية أسماء الوناس باش نتعرفوا على شباب يروجوا للسياحة عن طريق الصور الفوتوغرافية. شباب مبدع بطريقته
يحذوهم طموحا للتعريف بعراقة الجزائر ومن ثم الترويج لها سياحيا. ونوصلوا خدمتنا الصباحية اليوم، الموعد حيكون مع دليل المستهلك مع الزميل محمد قايس. موضوع اليوم هو الأدوية، بين الأدوية المصنوعة في الجزائر والأدوية المستوردة من الخارج. الإنسان حالة طبيعية بين الصحة والمرض، حيث هذا الأخير يحتاج إلى الدواء، ومع مرور الزمن إلى الآن يتم اكتشاف عديد الأدوية في العالم، وفي الجزائر يتم إنتاجها وفق المعايير العلمية. الدواء باختلاف شركات إنتاجه يسوق في الصيدلية، فالمريض بالوصفة الطبية يشتري ما يشفيها إن شاء الله، لكن المستهلك كيف يرى المنتوج الجزائري من الدواء عن غيره في العالم؟ وحنفصلوا في هذا الموضوع، نوضحوا إذا كان فرق ولا لا بين الأدوية المصنوعة في الجزائر والأدوية المستوردة من الخارج. ويبقى دواء الروح هو كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما العبرة انتبهها من السنة الشريفة والقرآن الكريم في سلوكيات بعد الفاصل. نرحب مول دار الدكتور عماد بن عمر. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات والبركات اخي محسن، وهذا وقت موفق ربطت بين طب الابدان. صحيح. وبين طب الارواح، لانه في الاصل هو طب الروح هو صح. الواحد كيكون مرتاح نفسيا ينعكس على الابدان تاعو. في كثير من المرات شفنا حالات ناس كانوا عندهم امراض مستعصيه، ولما قدروا يعني يداويوا الروح تاعهم التمسك بالدين تاعنا خاصه الحليف الإيمان بقضاء الله وقدره تفوقوا عن هذه الأمراض البدنية. صدقت أخي محسن، كثير من الأمراض العضوية أصلها ومنشأها هو أمر نفسي، يعني لما يكون هناك مشكل نفسي مثلا كالقرحة المعدية، في بعض الأحيان مرض السكري السبب هو يعني أن الإنسان ربما يغضب أو يقلق وما إلى ذلك، بالتالي الاهتمام بطب الأرواح هذا أولى. صح. والوقاية خير من ألف علاج. نديروه موضوع إن شاء الله في حلقة القادمة. إن شاء الله. حطوا في الفلان. فلانيس إن شاء الله. اليوم موضوعنا هو الغش في المعاملات. وهو كذلك أخي محسن هذا موضوع مهم جدا. طبعا الغش يدخل مجالات كثيرة، ولكن نريد أن نخصصه في باب المعاملات. طبعا في هذه الدقائق المعدودة المباركة إن شاء الله نتكلم عن حكم الغش وعن بعض أنواع الغش في المعاملات، طبعا من باب التحذير منه، ليس من باب الترويج له. صحيح. لكن من باب التحذير منه بحسب ما يتسنى لنا من وقت. تفضل. لك الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة، أحييها بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بكل معاني الخير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغاري المبارك الفضيل، فصباح الخير عليكم جميعا. إذا تحدثنا عن موضوع الغش، إذن لابد أن نربطه بموضوع كنا قد تطرقنا إليه عدة مرات، ألا وهو موضوع الصدق. إذن أخي محسن، إذا تكلمنا عن الغش إذن نتكلم عن الصدق. الصدق قلنا دوما يتعلق بمعنى واحد وهو المطابقة. صحيح. مطابقة القول للفعل، مطابقة الظاهر للباطن، مطابقة العلن للسر. إذن حيثما كانت المطابقة نقول بأن هناك صدقا، صدق في النية، صدق في القلب، صدق في الجوارح، صدق مع الناس وهكذا. إذا ابتعدنا عن هذه المطابقة فكان هناك مخالفة أو كان هناك تعارض أو كان هناك تناقض، نقول بأننا قد وقعنا في الكذب، والكذب أنواع. إذا تعلق باللسان سمي كذبا، وقد يسمى شهادة الزور إذا تعلق بالشهادات، إذا تعلق بالقلب وبالنية يسمى نفاقا وما إلى ذلك. الآن نتكلم عن الغش. الغش هو نوع من أنواع الكذب. الغش هو نوع من أنواع الكذب. لماذا؟ لأنك تظهر شيئا عكس الحقيقة.
أو تظهر شيئا مخالفا للحقيقة. أبرز مثال هو الغش في التجارات أو في السلع، فأنت تظهر السلعة على أنها مثلا من النوعية الجيدة ليس من نوعية الرديئة، تظهر للناس بأنها مصنوعة في بلد كذا وكذا مثلا، ولكن في الحقيقة وفي الواقع يكتشف المشتري بأنه قد غش، أي ما ذكرته وما صرحت به في العلن وفي الظاهر ليس هو الحقيقة، وهذا ما يسمى بالغش. الغش أنواع كثيرة، أبرزها هذا الغش المعروف الذي يكون في التجارة وفي السلع، وهو أبسط أنواع الغش. أبسط أنواع الغش هو الغش في السلع، في بيع السيارة، في 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 بيع مثلا الفواكه، في بيع الخضر وما إلى ذلك. وقد ظهر نوع جديد من أنواع الغش مثلا في السيارات، وهو الغش في العداد. مثلا السيارة تكون قد قطعت مسافة معينة مثلا 100,000 كيلومتر أو 200,000 كيلومتر، فيلجأ البائع إلى هؤلاء الغشاشين الذين يغيرون في العداد بطرق معروفة، يعني بطرق معروفة، فينقصون من العداد أو يوقفون العداد. بالتالي حينما يبيع سيارته يبيع على أساس أنها لم تقطع مسافة طويلة، طبعا السعر يختلف، لكن انظر ماذا يترتب على هذا الأمر. ربما في بعض الحين يترتب على الأمر موت المشتري. لماذا؟ لأنه يثق في العداد، وبالتالي هناك أمور تتعلق بالعداد، مثلا الصيانة والمراقبة المستمرة والمعتادة للسيارة، فبالتالي أنت غششته مش فقط من ناحية المال أنك أضررت به، ولكن ربما حتى يعني هذا الغش قد يتسبب في إتلاف روحه، أي في موته وفي إزهاق هذه الروح. أنت تحمل هذه المسؤولية، الذي غشش والذي ساعدك وعامل على تغيير العداد أيضا يعتبر غشاشا، وقد يعتبر قاتلا إذا تسبب هذا الأمر في حدوث يعني اصطدام سيارة وما إلى ذلك. إذا هذا أبرز أنواع الغش أخي محسن. في حديث صريح، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحفظه كثير من الناس، ومن غشنا فليس منا. الحديث له قصة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد شخص يبيع الطعام في 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 في, في الأعلى، يعني الطعام يظهر بأنه جيد. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده داخل الطعام فوجد بللا، القاه مشمخ، فقالوا ما هذا يا صاحب الطعام، يعني أنكر عليه، سؤال إنكاري، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء، طبعا التعبير المجازي أي أصابه المطر والغيث، أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جعلته فوق الطعام ما دام أنه تشمخ، ولا تخبيه من داخل، حطه من فوق حتى لما يجي المشتري يرى بأن هذا الطعام مبلل، فهو غشه. إذا هذا نوع من أنواع الغش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف، من غشنا فليس منا، أي فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تصور أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطردك، سواء أنه شخص مثلا ينفى من القبيلة أو ينفى من البلد، هذه عقوبة قاسية. تصور أنك تنفى من زمرتي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة حينما تأتي لكي يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ما أعرفكش، أنت لست من أمتي، أنت غشاش، أنت غششت الأمة. قد يتعلق الناس بحرفية الحديث، من غشنا، النون هذه تعود على المسلمين، يقول إذا غش غير المسلمين جائز، وهذا ما يحدث عند كثير من المسلمين ومن المتدينين في بلاد الغرب. يقول أنا عايش مع الكفار، لا دين لا ملة، وبالتالي أموالهم يعني حلال، وأعراض نسائهم حلال مباحة وما إلى ذلك، ويفعلوا الأفاعيل ويفتي لنفسه. نقول له هناك رواية أخرى للحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ما فيهاش نون. من غش بمعنى إذا صدر منك الغش للمسلم أو لغير المسلم فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنه هذه مش صفات المسلم، ليس من صفات المسلم، وبالعكس تشويه للإسلام، لأن الغير المسلمين ينظرون إلى إسلامنا عن طريق الأخلاق، ولا يهمه أن تعفي لحية أو أن تلبس قميصا أو أن تتكلم بلسان معسول وما إلى ذلك، ولا يهمه، هو يهمه أخلاقك. إن كانت أخلاقك يعني أخلاق إنسان حر، فهذا قد يرغبه في اعتناق الإسلام. أما إذا كانت أخلاقك أخلاقا رديئة، فإن هذا لا يدفعه ولا يحفزه أبدا اعتناق الإسلام. إذن هذا أشهر أنواع الغش أخي محسن، هو الغش في التجارات أو في البيوع أو في المعاملات. هناك أيضا غش آخر وغش خطير جدا، هو الغش في الدراسة، خصوصا في المهن وفي الحرف وفي الفنون والعلوم التي يحتاجها الناس، كالذي يغش مثلا في الهندسة يدرس الهندسة، أو الذي يغش في الطب، أو الذي يغش في العلوم الإسلامية، قد يعني يحصل المقاييس عن طريق الغش، قد ينال المراتب العليا، الشهادات العليا عن طريق الغش. ثم بعد ذلك هذا الشخص الذي أخرجناه للمجتمع
وقدمناه للمجتمع على أنه متحصن على هذه الشهادات. وأيضا الغش في السرقات العلمية البلاجيا، سرقات الماجستير والدكتوراه وما أكثرها في العالم الإسلامي والعربي، ثم بعد ذلك هذا دكتور متخصص في كذا وفي كذا وفي كذا، إذا هذا نقول بأن هذا مهندس يغش الناس، إذا قد يبني لنا عمارات ومساكن مغشوشة. هذا طبيب أيضا يطبب الناس وهو غاش لا يحسن مهنة الطب، وهذا أيضا مفتن أو عالم يفتي للناس وهو غشاش، يعني قد تحصل على الشهادات بالغش. كيف تفتي للناس بتحريم الغش؟ تقول رب حرم الغش وأنت غشاش، أنت شهادتك بالغش. إذا كوارث يعني ستتحملها ويتحملها المجتمع المسلم بسبب هذا الغش في التعلم أو في نيني هذه الشهادات. طبعا أنواع الغش فوق العد والحصر، لكن يجمعها وتنضوي تحت عنوان واحد، وهو أن هذا الإنسان قد كذب على المجتمع سواء في بيع السلعة أو في حرفة معينة أو في نيل شهادة معينة. الغش هو نوع من أنواع الكذب وهو محرم باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إذن هذا باختصار بعض الإشارات المتعلقة بموضوعنا اليوم وهو الغش في المعاملات. أكيد ما عادش نضيف الكثير بعد الشيء اللي قلته، فقط كنا في مرة سابقة ركزنا على حالة من حالات الغش وهي التطفيف في الميزان لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني حذر بشكل كبير من هذه الصفة، ويل للمطففين. وكذلك أخي محسن منك تجيب هذه الأفكار هذه كثير. نعم أحسنت أخي محسن، من أبرز أنواع الغش وهو التطفيف في الميزان. هناك صورة تسمى صورة المطففين، لعلنا نعود لهذا الموضوع وهو التطفيف في الميزان والتطفيف في المكيال في الحلقات القادمة بحول الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل السلامة من مثل هذه العيوب. آمين إن شاء الله. ورستم قال لك لازم تدعي لنا دعوة الخير أستاذ، وشوي كان شوية مريض البارح، ونتمنى إن شاء الله الشفاء الكامل للمرضى إن شاء الله. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وفي الصباح المباركة ومع الوجوه الطيبة التي يعني تشاهدنا، ولعل بعض الأولياء يعني الأولياء مش الأولياء الآباء يعني الأولياء الصالحين الذين يعرفهم الله تبارك وتعالى ببركتهم وبركة دعاء الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يفرج هم المهمومين والمكروبين في جميع أنحاء العالم. آمين يا رب العالمين. يعطيك صحة دكتور عماد، نلتقي بك غدوة إن شاء الله كما تمنى، الشفاء أكيد لزميلنا الهاشمي الفقير، وكذلك أسيا فلاح إن شاء الله بالشفاء وترجعينا بخير وعلى خير. ومكملين مشاهدينا معكم، زيدوا نسمعوا دعاء آخر بصوت كل من عائشة مشتر وأحمد معاش. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. شكرا لعائشة مشتر وأحمد معاش، وشكرا لكم ثم مشاهدينا اللي دايما تصبحوا معنا. مكملين في الفقرات الخدماتية اللي راكم تسناو في توقعات أحوال الطقس، مريم كاسحي حاضرة معنا باش تقدمها لكم مباشرة بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
وكما كل مرة تنور الشاشة بإطلالة مريم. صباح عليها بالخير. صباح الخير مريم. ومنورة بك محسن. مشاهدينا الكرام تحية صباحية للجميع. لا تزال الأجواء مستقرة بالنسبة للولايات الشمالية وحتى الجنوبية خلال هذه الأيام، ارتفاع بنسبة الرطوبة وخاصة خلال الصبيحة أحيانا تجاوزت 70% بالنسبة للولايات الساحلية، مع درجات حرارة قصوى دائما فاقت المعدل الشهري بالنسبة للولايات الشمالية. بدون إطالة توقعنا الأحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة. الأجواء ستكون إذن مشمسة بالنسبة لكل ربع الوطن، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف الذي ساد خلال هذه الصبيحة على كافة المدن الساحلية والمرتفعات الداخلية. أمطار غير مستبعدة ستميز ولاية التمنرة ست، لكن بالرغم من هذا ستظهر بعض الفترات من الصفاء خلال هذه الظهيرة. الحرارة القصوى إذن كما سبق الذكر دائما ستفوق المعدل الشهري، وخاصة بالنسبة للولايات الشمالية 26 درجة فعلا بوهران، مستغانة 24 درجة بالعاصمة، وحتى بقول بالعاصمة تيزي وزو تيليمسان 20 درجة بالجفة البيض وباتنا، قلما سوقا 23 درجة بعنابة سكيكدا، لن تتعدى 24 بشمال الصحراء، نفس المقياس بورقلة حسيم 26 درجة بإليزيل، لتصل إلى 24 بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 28 إلى 29 درجة بالصحراء الوسطى، لتقارب 30 درجة بأقصى الجنوب. حالة البحر دائما سيبقى هادئ إلى قليل الإضطراب بالنسبة لكل السواحل، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر بالنسبة لسواحل الغربية وحتى الوسطى، انطلاقا من بجاية وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية، فالرياح ستأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها ستكون ضعيفة تماما لن تتعدى 25 كيلومتر في الساعة، لكن هذه الرياح أيضا ستأتينا ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية أقول على السواحل الوسطى والغربية. أما وقت غروب الشمس الذي يخص العاصمة وضواحيها لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة الخامسة مساء و 42 دقيقة دائما. عنوان واحد يبقى يفصل في حالة الطقس أكيد هو عنوان مصلحة الأرصاد الجوية. كان تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة. أشكركم على المتابعة. العودة ستكون بعد هذا الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. يعطيك الصحة مريم على النشاط والحيوية اليوم، قدمتي النشاط الجوية بكل نشاط وحيوية. خير من خير من المواقف، خير من كي تجوزي مع يوسف، خير من كي تجوزي مع يوسف نديروا شوية مشاكل. حنتلاقوا مع مريم مباشرة بعد ما نروحوا نتابعوا كيف كيف أولى نشرتنا الإخبارية مباشرة من قسم الأخبار. صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نتمنى يكون سعيد، وصباح الخير يا أحباب
شبابنا في كل مكان بصور بلادنا الحبيبه، صباح عليكم بالخير. صباح الخير عليكم، معكم في يوم جديد نتمناه يكون سعيد علينا وعليكم كل التوفيق. بالنسبه للناس اللي راهم خارجين في هاد الاثناء، الناس اللي حيبقوا معنا حيتابعوا معنا فقرات واركان تعودوا عليها كل اربعاء. اليوم رانا الاربعاء 11 نوفمبر 2015، في فقره البيئه مع سميره بن يخلف حنتعرفوا اليوم عن على مهام المعهد الوطني للتكوينات البيئيه. شوفوا هذا المقطع نرجع لكم قامنا. بالنسبة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية تم تأسيسه سنة 2002. المهام التي يقوم بها المعهد الوطني للتكوينات البيئية ترتكز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية ونشر الثقافة والتربية البيئية في مختلف الأوساط الاجتماعية، والمهمة الثانية هي القيام أو إنجاز دورات تكوينية متخصصة لفائدة مختلف الشركاء ومختلف المعنيين بالبيئة. اليوم في فقرة البيئة حتتعرفوا بشكل مفصل عن مهام هذا المعهد الوطني الخاص بالتكوينات البيئية. أما في فقرة استشارات قانونية مع الأستاذة نسيمة خلفي حتجاوب على كل الأسئلة التساؤلات والانشغالات الخاصة بعقد الكفالة. من دوك تقدروا تطرحوا أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك ونتابعوا بعض الأسئلة اللي جمعها الزميل محمد قيس. القانون الجزائري يمد الطفل الكفالة الأم مش الأب، هي الكفالة تحمي الطفل قانونيا على في القانون الجزائري، هي تحمي الطفل الجزائري من صغره حتى لا يتعرض الى الاخطار الماديه او الاخطار غير الماديه. استاذ حبيت استقصيك على ما هي شروط الواجب توفرها للتكفل بالطفل الجزائري. هذه الأسئلة وأخرى حتجاوب عليها الأستاذة نسيمة خلفي في عدد اليوم. الموضوع هو عقد الكفالة. أما في استشارات سيكولوجية مع الأستاذ عبد الرشيد بوبكري فراح نتحدث اليوم عن موضوع مهم وهو الحوار بين أفراد الأسرة. والله في الآونة الأخيرة هذه نستطيع القول بأن ثقافة الحوار أصبحت منعدمة في جميع الأسر. ربما السبب يرجع في ذلك إلى اشتغال الآباء والأمهات في نفس الوقت، وربما الأطفال يدهم للروضة، بالتالي ما تكونش حتى يعني لقاء يجمعهم مثلا في وقت الغداء أو في وقت العشاء. ربما العائلة الجزائرية حاليا تجتمع في شهر رمضان فقط. هذه خدمتنا الصباحية عبارة عن جولة خدماتية، ننتقل من فقرة إلى فقرة. أما جولتنا السياحية فحتكون مع أسماء الوناس، واليوم راح تقودنا في رحلة مع شباب يروجوا للسياحة الجزائرية عن طريق الصور الفوتوغرافية. شباب مبدع بطريقته يحذوهم طموح للتعريف بعراقة الجزائر ومن ثم الترويج لها سياحيا. كما هذا الشباب يروج للسياحة الجزائرية، احنا كذلك نروج للسياحة الداخلية كما نركز كذلك ونروج للمنتوج الجزائري في شتى المجالات. اليوم في دليل المستهلك راح نتحدث عن الأدوية المصنعة في الجزائر، وهل هناك فرق بينها وبين الأدوية المستوردة من الخارج؟ الإنسان حالة طبيعية بين الصحة والمرض، حيث هذا الأخير يحتاج إلى الدواء، ومع مرور الزمن إلى الآن
يتم اكتشاف عديد الأدوية في العالم، وفي الجزائر يتم إنتاجها وفق المعايير العلمية. الدواء باختلاف شركات إنتاجه يسوق في الصيدلية، فالمريض بالوصفة الطبية يشتري ما يشفيها إن شاء الله، لكن المستهلك كيف يرى المنتوج الجزائري من الدواء عن غيره في العالم؟ هذه المواضيع وأخرى تكون في هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا جزائر. موضوع الدواء هو موضوع مهم جدا، خاصة في هذه الفترة. الواحد اللي ما يردش باله، ما يلبسش مليح، ما يتغطاش مليح، أكيد راح يصاب بالعديد من الأمراض. لكن مريم حطمنا، لأنه رانا نعيش استقرار جوي هذه الأيام. مريم من جديد صباح الخير. صباح الأنوار محسن، صباح الخير لكل مشاهدينا يشاهدوا فينا في هذا الصبيحة. تذكر تانية لأحوال الطقس، إذا كما سبق الذكر دائما الأجواء مالت وستميل إلى الاستقرار إلى غاية نهاية الأسبوع، وهذا حسب مصالح الأرصاد الجوية. درجات الحرارة القصوى دائما فقط المعدل الشهري، وهذه هي الوضعية. راجع الارتفاع في الضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط، سمح بتمركز مرتفع جوي وحتى أجواء صافية على المناطق الشمالية، لكن بالرغم من هذا سنشهد نهار اليوم بعض الأمطار الخفيفة التي ستميز ولاية تمن راست، لكن ستكون أمطار محلية. بداية أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة، الأجواء إذن ستكون نعم مشمسة وربيعية بكل ربوع الوطن، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف الذي ساد وسيسود صبيحة اليوم على كافة الولايات الشمالية سواء بالنسبة للسواحل أو حتى المناطق الداخلية. سنشهد بعض الأمطار الخفيفة بالنسبة لمرتفعات الهجار والتاسلين، لكن بالرغم من هذا أكيد ستظهر بعض الفترات من الصفاء. نسبة الرطوبة ستكون عالية وخاصة خلال هذه الصبيحة، لكن لتنخفض تدريجا بعد ظهيرة اليوم بحول الله. والحرارة المرتقبة خلال هذه الظهيرة ستفوق المعدل الشهري لتصل إلى 26 درجة بوهران مستغانم، 24 درجة بتلمسان وحتى العاصمة تيزي مزو، 23 درجة بعنابة سكيكدا، ستصل إلى 20 درجة بكل من قلمة سقراس باتنا الجلفة البيض، 22 بتيارة غليزان لن تتعدى 24 بشمال الصحراء، ستصل إلى 23 درجة بورقلة حسم سعود، 26 بإليزي، 28 درجة إلى 29 بالصحرائية الوسطى، 28 درجة أيضا بولاية تندوف، 24 بتمن راست وجانت، وأعلى مقياس سيسجل بأقصى الجنوب الجزائري وبتحديد ببرج بجي مختار وعنزة مع 30 درجة. حالة البحر نهار اليوم دائما سيكون هادئ بالنسبة لكل السواحل، سرعة الرياح ستكون ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر، هذا فيما يخص السواحل الوسطى وحتى الغربية. انطلاقا من بجاية وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية، الرياح ستكون ضعيفة تماما لن تتعدى 25 كيلومتر في الساعة، لكن اتجاه الرياح سيأتينا ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل الغربية الوسطى والشرقية. واليوم غروب الشمس سيكون في حدود الساعة 5 مساء 42 دقيقة، عنوان واحد يبقى يفصل في حالة الطقس، أكيد هو عنوان مصلحة الأرصاد الجوية، هذا توقيت أكيد يناسب العاصمة وضواحيها. كانت تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة، أشكركم على المتابعة، يوم موفق للجميع، والعودة لك محسن. يعطيك الصحة مريم. رانا نشوفوا الأجواء راهي مستقرة هذه الأيام، برك كاين شوية ضباب مع الصباح. كاين ضباب خلال الصبيحة، هذا اللي يجعل نسبة الرطوبة عالية، هذا حتى الطريق راهي زلقة إذا لاحظت محسن خلال صح. الصبيحة قولوا الحيطة والحذر للجميع وخاصة أصحاب المركبات، راحوا غير بالعقل غير بالعقل. دوقا دوقا. يعطيك الصحة مريم، راح نشوفوك من خلال النشرات الجوية لنهار اليوم، وكذلك إطلالة في برنامج أخبار الظهيرة هكذا إن شاء الله. إن شاء الله، لأنه البارح قلت أخبار الظهيرة مع صبرية، قالت لي لا لا مريم خلاص أنا هي اللي معنية بالأمر. يعطيك الصحة مريم، يومك سعيد وموفق. ونحكينا في فهرس البرنامج انه اليوم راح نتناولوا موضوع في دليل المستهلك، هو الادويه المنتجه داخل الوطن والادويه المستورده من الخارج. لكن قبل هذا، في مهن الصباح اليوم راح نخيروا مهنه عندها علاقه بالدواء بعد الفاصل.
في مهن الصباح في كل مرة نتوقفوا عند المهن اللي تخلي الناس ينوضوا بكري ويروحوا يتوجهوا للعمل تاعهم. اليوم ياسين وتخديجات في فكرة مليحة منه أنه خمم في الناس اللي ما يرقدوش الليل خدمة للمواطن هم الأطباء وكذلك الممرضين والممرضات وكل الطاقم الطبي اللي ما يرقدوش في الليل في المستشفيات وكذلك في العيادات يقوموا بخدمة المناوبة. اليوم نشوفوا هذا البورتري اللي يعتبر مهن صباح لأنهم يكملوا حتى للصباح. تحية كبيرة لهم من فريق برنامج صباح الخير يا جزائر. مهنة الطب وشبه الطبي تعد من المهن النبيلة والإنسانية، مهمتهم إشفاء المرضى والسهر على راحتهم. ولنتعرف أكثر على هذه المهنة انتقلنا صباحا إلى عيادة خاصة ببومرداس لنعيش معهم كيفية تعاملهم مع الحالات الطارئة التي تصادفهم في قسم الاستعجالات. أجواء ملؤها الضغط والقلق وإنقاذ المريض بكل ما يملكون من خبرة ووسائل استشفائية هو هدفهم المنشود. نخدم 24 ساعه على 24 ساعه ما نخرجش حتى تجيني لاغولاف صافيغ دو كيما راكم تشوفوا راهي 7 تاع الصباح مازال ما خرج حتى تجي الكولاب نتاعي رومبلاسيني باش نخرج. يعني الاستعجالات ما نغلقوهمش ما يدغلقوش ليل نهار نوضوا على المالات كيما هذا لوكا جانا بور اون اورجانس دوكا انا ني ليمينيت اورجانس وعيط الكولاب نتاعي هي اللي دوكا تقوم بالدور نتاعها هي مختصه في إطار صحة المريض وفي إطار أمن المريض يجب أن نكون واقفين 24 ساعة غير 24 ساعة. لو مالاد نو دون با لو رونديفو جامي مريض يمد موعد دائما الطبيب هو واقف باش ينتظر المريض دونك في أي وقت خاصة نحن هنا في العيادة اون ديسبوز دو تو لو ماتيريال دورجونس تو سكي لابوراتوار دورجونس إكزيست تو سكي سكانر بيلون راديولوجيك إكزيست دونك هنايا نحن في خدمه المريض دونك المريض ننتظروه ماشي هو اللي ينتظرنا وحنا تماش نرقدوا انا نجوع في الليل ونجوع 14 بدي نصلي الصبح ونجي باش نشوف الامارات تاعي. الحجر الاولى اللي نركز عليها سي ليجيان النظافه النظافه تكون في البلاصه. الحاجه الثانيه ليميتسا الكفاءه. الحاجة الثالثة المريض يكون عنده الراحة تامة. من الاستعجالات إلى قسم التوليد وأمراض النساء، طاقم طبي وشبه طبي منهمك في التحضير لاستقبال المريضات في أحسن الظروف والعمل على التخفيف من آلامهن. أنا نخدم 24 في 24 والطاقم الطبي رانا حاضرين رانا واقفين وأي جانب استعجالي رانا واقفين باش نواجهوه. بسم الله بسم الله بارك عليكم الله يبارك فيك الله يسلمك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك خونا الله يبارك ان شاء الله. زادت اليوم صباح زادت اليوم صباح جيت صباح كالعادة باسكو سي لا تروازيام اكوشمون هنايا قلت لهم جبت المراه باش تزيد ديراكتوم دخلوها الكابا قالت لي روح الله يسهل خلي خدات لي كوردوني تاعي نيميرو تليفون كلش بيان سور ليفريت فامي كلش دولي نورم. دخلت المراه واحد ثلاث سوايع عاود وليت بون انا نخدم تجاره رحت الحانوت تاعي مارست النشاط تاعي عاود وليت عيطوا لي في تليفون مبروك عليك زادت عنديها لك طفله والعقوبه كاع الجزائريين يا خويا ان شاء الله. يسال كي يجي يجي مقلق كي يجي مقلق واش لازم لك دير له لازمك تهديه بعد ما يدخل هنا العياده هنا تهديه وديه تجوجو وتعقب له نورمال باسكو المريض اللي جا مقلق هاي يجي من برا مسكين يجي مقلق وانت زيد تجي لهنا زيد تكمل عليه خلاص راح المريض لازم تروح معاه وتعقبه نورمال وتموتيفيه بالله يروح فرحان. أطباء وشبه طبيون يعملون بالتناوب من الليل إلى الصباح وفرقتانية من الصباح إلى الليل ومسعاهم في مهنتهم النبيلة إنقاذ الأرواح وخروج المرضى معافين سالمين غانمين.
الصحة ياسين على هذا الروبورتاج في مهن الصباح. تحية واحدة أخرى لكل الطاقم الطبي، الممرضات والممرضين والأطباء اللي يخدموا ليل ونهار مع تمنياتنا بالشفاء العاجل إن شاء الله لكل المرضى، وألف مبروك الكامل اللي زادوا عندهم دي بيبي. نباركوا للشخص اللي تلاقى به ياسين، ولازم يبعث لنا طمينة هكذا باش ناكلوا الفل وإن شاء الله الأفراح تعم في بيوت كامل الجزائريين. معكم دائما في هذا الصباح في خدمة صباحية متنوعة ومتميزة. وجهتنا الآن إلى فقرة البيئة مع صديقة البيئة سميرة بن يخلف، واليوم راح نحكو عن المعهد الوطني للتكوينات البيئية، لأنه مجال البيئة كذلك لازم له تكوين في هذا المجال بشكل خاص مع مختلف التقنيات الحديثة للمحافظة دائما على البيئة. نتعرفوا كيف على مهام هذا المعهد الوطني في هذا الروبورتاج. سطرت وزارة الموارد المائية والبيئة في السنوات الأخيرة استراتيجية تقوم على تغيير وضع المحيط البيئي، وهي الفكرة التي تعمل على تجسيدها من خلال الاستثمار في التنشئة الاجتماعية للطفل وتعزيز مسعى تكوين مكونين أملاً في تنشئة أجيال ذي حس بيئي، وذلك بالاعتماد على عدة مؤسسات تعمل تحت وصايتها، منها المعهد الوطني للتكوينات البيئية المتواجد ببابلواد. منذ سنة 2000 هذه الاستراتيجية اعتمدت على تقوية الجانب القانوني والتشريعي لحماية البيئة، والنقطة الثانية هي خلق مؤسسات متخصصة أو إنشاء مؤسسات متخصصة تتكفل هذه المؤسسات بتجسيد السياسة البيئية في مختلف الميادين وفي مختلف المجالات. بالنسبة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية تم تأسيسه سنة 2002. المهام التي يقوم بها المعهد الوطني للتكوينات البيئية ترتكز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية ونشر الثقافة والتربية البيئية في مختلف الأوساط الاجتماعية، والمهمة الثانية هي القيام أو إنجاز دورات تكوينية متخصصة لفائدة مختلف الشركاء ومختلف المعنيين بالبيئة. يحتوي المعهد على قسمين، قسم التربية البيئية والتحسيس وقسم التكوين. السبب الأهم الرئيسي المعهد الوطني التكوينية، بحيث لديه مشاريع تحسيسية وبيئية المتمثلة في مشاريع خارجية وداخلية. الخارجية متمثلة في تأسيس النوادي الخضراء على مستوى المؤسسات التربوية لثلاث الأطوار الابتدائي والثانوي والمتوسط، فنقوم بتأسيس هذه النوادي وتزوينهم بأدوات بيداغوجية ومتابعتهم عن طريق تكوينهم على مستوى دار الدنيا في مختلف ورشات بيئية المتمثلة في ورشة المسرح، ورشة أعمال يدوية، ورشة البسانة التي عندها أهمية خاصة في الميدان البيئي، وهناك كذلك مكتبة خضراء. يمتلك ثاني المعهد الوطني للتكوينات البيئية قسم التكوين البيئي. هذا القسم يعتبر من أهم الأقسام في المعهد الوطني للتكوينات البيئية لاستناده على إمكانيات مادية وبشرية تسمح له بقيام في دورات تكوينية على مستوى الوطني من خلال دور البيئة. منذ 2002 إلى الآن قام المعهد بتكوين أكثر من 11,000 عامل أو إطار. التكوين تاعنا موجه لكل الشركاء. حينما نقول كل الشركاء أن المعهد الوطني قام بتكوين عمال البلديات، عمال النظافة للبلد للعديد من الولايات وعلى المستوى الوطني، كما أن المعهد الوطني قام بتكوين العديد من الإطارات الطبية على كيفية تسيير النفايات الاستشفائية. ومواصلة إلى مشوار التحسيس، تم إلى أهمية خاصة للتربية البيئية من خلال استراتيجية وطنية بادرت بها وزارة التربية الوطنية ووزارة الموارد المائية والبيئة. برنامج التربية والتكوين التربية البيئية انطلق سنة 2002 باتفاق أو بروتوكول اتفاق بين وزارة التهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية، وهو ما ساهم في إنتاج
أدوات بيداغوجية. هذه الأدوات البيداغوجية من بينها دليل المربي، دليل المربي وهو موجه للأستاذ وللمربين، يتضمن العديد من المواضيع البيئية، وبخاصة موضوع تسيير النفايات. الدليل الثاني وهو حقيبة النادي الأخضر المدرسي، وهو موجه للتلاميذ وموجه للمنشطين والنوادي الخضراء. تبقى التربية البيئية ضمان للتنمية المستدامة، كما أن تغيير وضع المحيط البيئي مرهون بتغيير سلوكات وممارسات الأفراد. كان هذا الموضوع للزميلة سميرة بن يخلف، ومن خدمتنا البيئية نروح إلى خدمتنا القانونية. كنت ندردش قبل قليل مع الأستاذة نسيمة خلفي، حتجاوب على كل الأسئلة الخاصة بموضوع اليوم وهو عقد الكفالة. دخلوا صفحتنا على الفيسبوك وطرحوا أسئلتكم، والأستاذة نسيمة خلفي راح تكون في خدمتكم مباشرة بعد هذا الفاصل. صباح الخير نسيمة. صباح سعيد محسن، تحية صباحية لكل أوفياء ركن استشارات قانونية. دائما أنا وياك ندردشوا، لازم ندردشوا نحاول علاش باش نطرقوا لبعض النقاط كيكون الموضوع تاعنا، كيما موضوع تاع اليوم موضوع كفالة الطفل. هي يعني يتعلم منك باش اون سي جامي كش مرة ما تقدريش تجي ولا نقدر. عندك دراية قانونية مليح. الله يسلمك. فالموضوع تاع اليوم كيما قلت محسن، كيما شفت الأسئلة تاع الناس اللي كانوا بعثونا بها، كفالة الطفل، الناس اللي حابين يتكفلوا بالطفل، الناس اللي محرومين من الأب يعني من الأبناء، حابين يبنيوا أسرة بطبيعة الحال، فهي كيما نقولوا فرصة باش هذاك الطفل يعوضوه عن حنان الأبوة والأمومة، وفي نفس الوقت كذلك الطفل هذاك يكونوا له جو أسري. وشنو هي الشروط وشنو هي الإجراءات وش حقوق هذا الطفل اللي نتكفلوا به، كل هذه الأمور هذه والنقاط هذه راح نجاوبوا عليها من خلال ركن دعمها اليوم. صحيح، نجاوبوا على هذه الأسئلة. أنا عندي أسئلة وكذلك المواطنين عندهم أسئلة. أجمعها زميل محمد قيس، نشوفوا أسئلة المواطنين في هذا الموضوع ونرجع لكم. القانون الجزائري يمد الطفل الكفالة الأم مش الأب. هي الكفالة تحمي الطفل قانونيا على في القانون الجزائري، هي تحمي الطفل الجزائري من صغره حتى لا يتعرض إلى الأخطار المادية أو الأخطار غير المادية. أستاذ، حبيت أسقسيك على ما هي شروط الواجب توفرها للتكفل بالطفل الجزائري. ماذا بيا الطفل الكفيل المكفول بلوتو يكون عنده الحق يتحط على الدفتر العائلي، بصح ما قلتش تابا نسمة اونت بارونتيز يديروا مكفول، باش ميم الطفل ولا الطفلة كيكبر ما يحسش روحه شغل راه منبوذ من طرف المجتمع. هل في القانون الجزائري يقدر الكفيل يمد اسمه الاسم العائلي، الاسم الطبيعي العائلي للابنه والابنه الولد او الطفله اللي متكفل بها؟ هل هذا الطفل عنده الحق في الورث؟ وهل القانون يضمن الحق في التدريس وكل المساعدات الاجتماعيه؟ انا قبل ما نوصل للكفاله يظهر لي الازواج هذوما قبل ما يطلقوا لازمهم يخموا في مصير في هالأطفال هذوما، كيفاش باش الولد يشق مقطع لا بو ولا ام، معناها مش يتيتم بالحياه، مش معقول. هذه اسئله المواطنين حجاوب عليهم الاستاذه نسيمة خلفي. نشوفوا كاين اسئله كثيره يدور في اسئله وجيهه، كانت الاسئله في الصميم يعني. في الصميم فعلا. ربما اهم شيء كنا نقولوا عقد الكفاله، لانه الشيء المعلوم سندا للماده 46 قانون الاسره، فالتبني محرم. صح. قانونا وشرعا باش نتفاهموا، يعني حتى حاليا من الجهات القضائيه الناس اللي كانوا ما على بالهمش سابقا واللي تبنوا ابناء راهم يعني يلتجؤوا للجهات القضائيه باش يعني يسقطوهم، ممكن انهم يتكفلوا بينهم مازالوا يعني قصه اذا كانوا كبار، فيجوز اذا ازالتهم من الدفتر العائلي، لان التبني ونعاودها تبني محرم شرعا وقانونا، هذا امر مفروغ منه. بدل التبني هي الكفاله، كفاله يعني باش الشخص هذاك ما تختلطش الانساب، يعني الشخص هذاك الطفل هذاك اللي نربيه ويكون على باله باللي هادو ماشي الوالدين البيولوجيين تاعو، ولكن هادو الناس هما اللي يتكفلوا به، هما الناس اللي عطاو له اسمه
الاسم تاعهم. راح نشرح لانه في من الاسئله كان شخص قال لك هل يجوز اننا نعطيو الاسم تاعنا الطفل نتكفلوا به؟ يجوز فعلا. وحده قالت هل نحطوه في الدفتر؟ لا يجوز. راح نجاوب عليها. لماذا الكفاله اذا سندا لاحكام القانون؟ هي انه الشخص اذا يتكفل يلتزم برعايه بتربيه تكفل بالطفل اذا قاصر لما يكونش عنده والديه او طفل يكون معلوم النسب، يعني حتى قادر يعني مثلا الشخص هدايا يكون معلوم الاب تاعه ولا معلوم الام تاع 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 الطفل هدايا، ولكن فيه ظروف ربما لاسباب تخليه اذا ما يتبقاش مع الاسره تاعه. ففيه الناس يكونوا ميسورين الحال يتكفلوا به يعطيوا له يعني ان صح التعبير جو اسري بدل الاسره تاعه. فهي رعاية، هي التربية، هي شيء أساسي، القدرة الجسدية والمادية على التكفل بهذا الطفل بطبيعة الحال ورعايته. صح، هذه النقطة الأولى من بين الشروط. الواحد باش يتكفل بطفل أصلا لازم يكون هو قادر يعني ماديا وصحيا. هل هناك شروط واحدة أخرى؟ اشترط القانون إذن الدين الإسلامي، يعني الشخص هذا اللي راح يتكفل بالطفل هذا بطبيعة الحال يكون الدين الإسلامي، يكون قادر. القدرة هنا طفل أساسا لازم يكون قاصر، ما نقدرش نصور مثلا الشخص هذا فات 19 سنة وراح نتكفلوا به. أهم شيء كذلك أنه الطفل يعني الأسرة هذه تكون القدرة المادية، يعني حتى في يعني لما الشخص أي شخص يتقدم أمام السلطات المعنية إذا والهيئات القضائية لازم إذا في كثير من الأحيان يبعثوا ناس في الميدان إذا باش يعني يتأكدوا إذا كان الشخص هذا لاباس به ماديا. ما نقدرش نتصوروا أنه نحن نعطيو لهم الطفل وراح يزيد يعذبوه، يعني ما عندوش قدرة مادية بطبيعة الحال. أو شخص مثلا يكون مريض ماهوش قادر حتى أنه يتكفل بنفسه ويجيب الطفل، فهنا القدرة المادية لازم عليه والقدرة كذلك الجسدية. الشيء الأساسي اللي حبيت تركز عليه أنه هنا المشكل أنه قادر يعني الطفل يكون معلوم النسب، قادر يكون مجهول النسب. مجهول النسب لا علينا، يعني ما عنده واحد ماشي ثابتين نسب تاعو الاب ولا الام تاعو، فهذا ماشي مشكل. فيه اجراءات قانونيه اللي قادرين نديروها امام الموثق كفاله، لانه عقد الكفاله تكون امام الموثق وقادر تكون امام الجهه القضائيه. الملف ربما اللي نحضروه باش نطلبوا كفاله بالنسبه للطفل اللي يكون معلوم النسب تختلف عن طفل يكون مجهول النسب، لانه معلوم النسب لازم الموافقه تاع الوالد تاعو ولا تاع الوالده اللي مسجل باسمه. اذا كان الطفل هذا مثلا مجهول الاب فراح يعطيه الاسم تاع الام تاعو، راح يحمل لقب تاع الام تاعو. اذا كان مجهول النسب تماما فهنا راح يعطيه له زوج اسماء على ان يكون الاسم الثاني هو اللقب تاعو. هذه طبقا لقانون الحاله المدنيه. الان الملف اللي لازم يوجدوا الشخص هذا باش يطلب كفاله هذا الطفل. اذا كان الشخص معلوم النسب فلازم يجيب شهاده الميلاد تاع الطفل المكفول، شهاده الميلاد الخاصه بالشخص اللي راهو طالب الكفاله، وكذلك الموافقة تاع الوالدين إذا كانوا معلوم الوالدين فالموافقة تاعهم الأم إذا كانت معلومة موافقة تاع الأم ولا الأب. وشيء كذلك المختلف بالنسبة لطفل يكون مجهول النسب أنه لازم شهادة الميلاد تاعه، شهادة الميلاد تاع الشخص اللي يتكفل به، إضافة لهذا لازم كذلك شاهدين باش يحضروا باش يثبتوا اذا واقعه الكفاله. واهم شرط كذلك فيه شهاده لتسلم على مستوى مديريه مصالح مديريه الاسعافات الاجتماعيه، يسلموا له هذه الوثيقه يتقدم بها امام الجهه القضائيه كما قلنا ولا امام الموثق باش يطلب كفاله الطفل. اضافه لاهم شيء وهي القدره الماديه، لازم يقدم الشخص هذا مثلا باللي راهو عنده راتب شهري ولا اجره شهريه راهو ميسور الحال الى غير ذلك باش يقبلوا له الملف تاعه فيما يتعلق بعقد الكفالة. الآن هنا نفتح قوس ونجاوب السيدة اللي كانت قالت يعني هل علاش يعني هل يجوز أننا ندرجوا اسم هذا الطفل المدخول في الدفتر العائلي؟ لا، لا يجوز، لأنه هذا ماهوش تبني إنما كفالة. راح نشوفوا احنا الحقوق ربما أنه يتمتع بحقوق، ولكن لو كان نديروا في الدفتر العائلي فكأننا جملناه مع طفل الصلب، وهنا خلينا باحكام القانون والشرع. فعنده حقوق ولكن لا يجوز ابدا ان نسجلوه في دفتر عائلي خاص بالزوج. واش هي اهم هذه الحقوق اللي يتمتع بها يعني الطفل المكفول به؟ نعم، الطفل هذا اللي نتكفلوا به بطبيعه الحال يجوز اذا هنايا من حقنا اذا اننا نوهبوا له مثلا، ما يجوش انه يورث، لانه من الاسئله قالك هل يجوز ان نورثوه؟ لا، هو ماشي طفل الصلب، ماشي ابن الصلب باش نورثوه، ولكن يجوز انا مثلا اني نعطي له هبه لهذا ولا نتنازل له على شيء معين. لانه في سيده كانت اتصلت بيا، اتصلت بينا الاخت حياه من العاصمه، قالت لك عندها بنت متكفله بها، قالت لك خفت فيما بعد اذا بعد عمر طويل يعني عندها مسكن، قالت لك يعني جيو يطردوها الاشقاء تاعي من المسكن، فباش تضمني لها حقها ممكن
انك توهبي لها هذا المسكن. وكنهضر على شرط عقد الهبه انها ما تعلقش الشرط عليه يعني بعد الوفاه. لازم ما نعلقوش فقط، قال بعد الوفاه، لانه انا حتولي وصيه. اذا انت تنزلي لها ولا دير عقد بيع بيناتكم ولا دير عقد الهبه ما كان حتى اشكال، ولكن يعني نقدر اني نتنازل له للطفل الكفيل هنا اللي تكفلت به، نتنازل له ولا نوهب له او ما شابه ذلك، ولكن لا يجوز ابدا ان يورث. من حقه كذلك انه بطبيعه الحال كي نتكفل به راح يدرج ضمن شهاده الميلاد تاعو اسم يعني اللقب تاع العائله تكفلت به. يعني كي يدخل مثلا المدرسه الى غير ذلك راح يحمل اسم العائله تكفلت به، اسم العائله تاع العائله، يعني ما راحش يدرج في الدفتر العائلي وراح يمنح اسم العائله تكفلت به. عنده من حقه كذلك المنح العائليه والدراسيه، شانه شان الطفل العادي. يعني مثلا في حالات معينه يقول لك ما عطاونيش، فيه سيد اللي كان اتصل بنا كذلك من القبه قال لك ما عطاونيش المنح العائليه الخاصه به، لا، من حقه كذلك انه ياخذ هذه المنح العائليه. اذا كان مثلا هذا الطفل تكفلنا به يكون مثلا عنده ميراث او عنده مثلا اموال، بقى حادث للوالدين تاعو توفاو فما عنده حتى عائله تكفل به، جات عائله تكفلت به، اذا فهنا اذا راح نسير له هذه الاموال تاعو وراح نستحفظ بها حتى يصل لسن الرشد القانوني اللي هو 19 سنه ونسلمها له. والرعايه هنا تكون رعايه الرجل العادي، كانها اموالي لازم نستحفظ له عليها ونسلمها له فيما بعد لما كما قلنا يلحق سن الرشد القانوني باش نمدها له. ربما هذه اهم الحقوق اللي يتمتع بها الطفل الكفيل، نشوفونا تقريبا نفس حقوق اي طفل عادي، فقط الاستثناء الوحيد هو في الميراث، والاستثناء كذلك الوحيد اذا هو في الدفتر العائلي اللي ما نقدروش نسجلوه في الدفتر العائلي كما قلنا لانه ماشي طفل اصل. كنت قلتي نسيمه قبل قليل انه لما يكون مجهول النسب الامور تختلف عن لما يكون النسب تاعه معلوم. في حاله ما اذا كان النسب تاعه معلوم والاولياء ايماه ولا باباه قدموا موافقه انه يمدوه، بعد وقت يحبوا يعاودوا مثلا يعاودوا يسترجعوه، ممكن هذا؟ ممكن، وهذا المشكل اللي يوقع فيه. لانه شيء صعيب مثلا انه عائله تاخذ طفل هدايا وتتكفل به لسن معين يظهر الوالدين تاعو او ربما حتى بالموافقه تاعهم يجيو عاود يسترجعوا الطفل. القانون صريح في هذا المجال، اذا كان الطفل هذا اقل من 13 سنه فهنا السلطه التقديريه للقاضي، يعني في كثير من الاحيان يتم استرداده للعائله تاعو، يقول لك من الاحسن يرجع للعائله الاصليه تاعو، يعني الوالدين البيولوجيين تاعو، اذا بانت الام نعاود نرجعوا للام، اذا كان بان الاب نرجعوا للاب، ولكن لما يتجاوز سن معين اللي هو 16 سنه فهنا الطفل اللي تكفلنا به هو اللي راح يكون عنده حريه الاختيار انه يبقى في العائله اللي متكفله به ولا يرجع للعائله البيولوجيه تاعو. فيه فقط شيء معين فقط فيما يتعلق باللقب، لأن اللقب شيء أساسي باش اللقب يسجل في ضمن شهادة الميلاد تاعو. هنا في إجراء لازم نديروه، ما يكفيش فقط أن ندير عقد الكفالة. باش نجاوب الناس كذلك اللي كانوا اتصلوا بنا، الطلب يسلم إلى وزير العدل، طلب في تسجيل اللقب يسلم إلى وزير العدل مرفق بعقد الكفالة، شهادة الميلاد تاع الطفل هذا اللي تكفلنا به، شهادة الميلاد كذلك الطفل السيد ولا العائلة اللي كانت تكفلت به كذلك. وإضافة لهذا فيه شهادة كذلك تسلم إذا كان والدين تاعو معلومين النسب أو معلوم النسب لهذا الطفل، فيسلم شهادة أو وثيقة لتثبت موافقة الوالدين تاعو باش يمنح لهذا الطفل الكفيل اسم العائلة أو الاسم العائلي للعائلة تكفلت به، لازم الموافقة. إذا كان هنايا كذلك ما الوالدين ماشي معلومين فهنا تسلم شهادة من مصالح المتعلقة بالضمان الاجتماعي، إذا هي اللي تسلم وثيقة لهذا الناس، إذا والطلب كما قلت يسلم إلى وزير العدل هنايا، هو اللي راح يوافق بطبيعة الحال على الطلب تاعهم في منح لقب العائلة اللي تكفلت بالطفل لهذا الطفل المكفول. يعطيك الصحة نسيمة، المفروض رانا جاوبنا على كامل الأسئلة. إن شاء الله نكونوا موفقين. أي سؤال تبقى نسيمة في خدمتكم، عليكم غير تراسلونا عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني، ونتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. نهار اثنين. إن شاء الله. هاكي شافية. هاني شافية. يلا نروحوا إلى موضوع آخر لا يقل أهمية على الموضوع اللي طرحناه من خلال فقرة استشارات قانونية دائما فيما يخص الأسرة العائلة الجزائرية اللي تشوفنا كل صباح. الآن حديثنا عن ضرورة وأهمية وثقافة الحوار داخل الأسرة، الموضوع للزميلة عائشة مشتر في سيكولوجيا. Thank you.
تفتقد كثير من الأسر إلى ثقافة الحوار البناء الذي يعد من أهم القيم التي ترتكز عليها سعادة الأسرة وتمتن أواصرها. فالأسرة هي نقطة الانطلاق الأولى التي تعزز ثقة الفرد في التواصل مع الآخرين وتعلمنا كيفية التعامل. فإذا افتقدنا إلى الحوار مع أقرب الناس فإننا سنواجه كثيرا من العوائق خاصة مع الأسرة، وتكون النتيجة الجفاف العاطفي وحتى التفكك الأسري. تنمية الحوار الإيجابي تبدأ منذ تكوين الأسرة، ويكون الحوار منذ العلاقة الأولى بين الزوجين بناء على الاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين. ولكي يكون الحوار بناء لابد من تقبل كلا الطرفين الانتقاد ومحاولة معالجة الأمور بتعقل. فتخلق ثقافة الحوار التي تنتقل إلى الأبناء عن طريق تعليم حب الإصغاء وتبادل أطراف الحديث. أولادي أنا نحب السجور ندير لهم الحوار باش تكون عنده الذات، هو أصلا ما يكونش محقور، يحس روحه محقور برا. نحب يهضر لي حاجة نقول لهم، قول لهم حاف ما عجبتكش هذيك الحاجة عبر لي، قول لي هذيك الحاجة ما عجبتنيش، ماشي تقول أنا من قلت لك ديرها زعما شغل درتها، لا لا قول لي ما عجبتنيش باش نعرف انا واش هو عجبك، وهدر نقول له هذيك الحاجه ايه لا لا. والله في الاونه الاخيره هذه نستطيع القول بانه ثقافه الحوار اصبحت منعدمه في جميع الاسر. ربما السبب يرجع في ذلك الى اشتغال الاباء والامهات في نفس الوقت، وربما مد الاطفال يدهم للروضه، بالتالي ما تكونش حتى يعني لقاء يجمعهم مثلا في وقت الغداء او في وقت العشاء. ربما العائلة الجزائرية حاليا تجتمع في شهر رمضان فقط. ما عندنا كما يقولك أي مشكلة، نتناقشوا مع الأولاد كما يقولك بصفة جيدة مليحة، ما كما يقولك ما نديرولهمش الضغط هذاك، فهمتي؟ فيما يخص ثقافة الحوار في الأسرة الجزائرية، احنا ما يلاحظ في الآونة الأخيرة نشوفوها بخيسك اندثرت منعدمة تماما، والأسباب أسباب عديدة. عندنا الزوج منهمك في الأعمال تاعو، الأم إلا كانت ربة بيت راهي منهمكة في الأعمال البيتية تاعها، ولا إلا كانت عاملة هي تكون أكثر. وما زاد طينا بالله هو هذا انتشار التواصل الاجتماعي هذه والانترنت والتكنولوجيا، الالعاب الالكترونيه خلات كل واحد عنده كيفاش يقولوا عنده المحور تاعو في البيت. كاش قليل الا من رحم ربي، قليل بزاف باش طيح في انسان ما عنده ثقافه كيما نقولوا تاع باش يتحاور مع اولاده وباش يتحاور مع المراه تاعو وباش يتحاور مع الناس بلغه الحوار واعره. قراف قراف بزاف. ما كاين الناس شغل يلزم انا راه يمشي عند الناس على الدار هذه كاع، وكاين واحد اخر يقول لك لا لا انا بالك راني غلط. والاصل انه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل الى بيته كان يخدم اهله، يعني كان يغسل حتى الثياب تاعه صلى الله عليه وسلم، وكان يعاون السيده عائشه رضي الله عنها، وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور زوجته صلى الله عليه وسلم حتى في السفر اذا اراد ان يسافر كان احنا نقول يقرع بين زوجاته. أثر ازدياد التقدم التكنولوجي بشكل سلبي على العلاقة بين أفراد الأسرة، أين أصبح كل فرد يعيش في عالمه الخيالي ناسياً ما حوله. كما لم يعد للأولياء الوقت الكافي للاهتمام بالبيت والأبناء نظراً لانشغالهم بالعمل، مما يؤدي إلى قلة اجتماعهم. يحبض علماء النفس اجتماع الأسرة وتحاورها ولو مرة في اليوم على مائدة الأكل، ما يخفف من أعباء كل فرد ومشاكله النفسية ومعالجة الأمور قبل تفاقمها. ثقافة الحوار ضرورة لدى كل أسرة، وتأثيرها فعال في بناء أسرة متماسكة ومستقرة. ونحن من خلال شاشة التلفزيون الجزائري نحيو كل الأسر والعائلات اللي مجتمعين دوكا على مائدة فطور الصباح، وراهم يشوفوا في برنامجنا طبقنا الآن سيكولوجي مع أستاذ عبد الرشيد بوبكريس. صباح الخير أستاذ. الحمد لله. الحمد لله. الموضوع تاع اليوم من أكثر المواضيع اللي عندها أهمية كبيرة. فعلا. الحوار نحكوا عليه ونعودوا لأنه ضروري لازم يكون بين الأسرة لتفادي الكثير من المشاكل النفسية الأخرى. أكيد هو الحوار لابد أن يكون حوار، لابد أن يكون هذا الحوار داخل الأسرة، لأن إذا كان الزوجين ولا كان الأبناء والأولياء ما كانش نقاش وما كانش حوار بينهم، ما
راح نتعرض للكثير من المشاكل اللي ربما تسيطر على الحاله الاسريه او على الجو الاسري اللي لابد ان يكون. لذلك الحوار له اهميه كبرى، فهو وسيله كبرى من وسائل الاتصال، لاننا لا نستطيع ان نتواصل مع بعضنا الا اذا كان هذاك النقاش هو هذاك الحوار. وبالتالي واحد اهم شيء في عمليه الاتصال هو عمليه النقاش والكلام والتحدث اللي تكون بيننا بين ابنائنا، بين الازواج مع بعضهم البعض، بين الاسر الكبيره، ولا حتى بين افراد المجتمع. فاذا كان ما كانش لغه اتصال بيناتنا فلا يمكن اننا نتحاور فيما بيننا بعض. ولذلك بعض المختصين قالوا له اذا كان قدر لك ان تذهب كل مهارات اللي عندك، ما هي المهاره الوحيده اللي ممكن انك يخليها لك ولا تحب انهم يخليوها؟ قال مهاره التحدث او مهاره الكلام، مهاره لغه التواصل مع الاخرين، نقدر نناقش بها، نحاور بها، نوصل بها واش نحب نوصل الى غير ذلك. لذلك تكمن اهميه لغه الحوار. كذلك ان لغه الحوار توفر لغه ايجابيه او حياه ايجابيه من الاطراف، عندما يكون النقاش داخل الاسره، عندما يكون الحوار داخل الاسره، نخلق جو ايجابي، لان هذيك الجو هذيك الضحكه هذيك المزحه هذيك، فتخلي دائما نوع ايجابي. وهذه ربما كثير من العائلات ربما ما ينتبهوهاش، اللي هي نوع من اذا كان حابين ننشر طاقه ايجابيه داخل البيت لابد من الابتسامه، لابد من المزاح، لابد من خاصه مع الابناء، لابد من النقاش، لابد من الحوار، لان الجو المضبوط والجو المضبوط داخل الاسره والجو اللي يكون العائله كلها مقشره على وجوهها، وبالتالي ما فيش نقاش، ما فيش ابتسامه، ما فيش كذا، وبالتالي يخلق نوع من الطاقه السلبيه داخل البيت اللي تنجر عنها من بعد الكثير من المشاكل، الكثير من الظروف. لان دائما كما اسفنا من قبل، حياه الانسان مرتبطه مع بعضها البعض، افكاره ومشاعره وسلوكاته كلها مرتبطه مع بعضها البعض، وبالتالي اي تاثير على هذا واحده من هذه الثلاث تؤثر في الاخر. كذلك اهميه الحوار تكمن في انه ينمي المشاعر الايجابيه نحو الاخر. انا واحد ما نتكلمش معها قال كيفاش نحب هذا الاخر هذا، انا واحد ما نتكلمش معها قال كيفاش ما نتناقش معها، ما نعرفوا اصلا ما نقدرش نكتشف الطرف الاخر. فبالتالي الزوجين اذا احبوا يكتشفوا بعضهم فلا بد ان يكون بيناتهم نقاش، لابد ان يكون بيناتهم حوار حتى نكتشف الطرف الاخر، نكتشف طرف افكاره. فنقول الانسان في منع ما لم يتكلم، كما يقول البعض، الانسان راهو في راحه، اذا كان يتكلم راح يعرفوا الناس، يعرفوا الناس واش هي افكارك، يعرفوا الناس واش هي شخصيتك، يعرفوا كامل الظروف التي يمكن انها تعيشها. اهميه الحوار كذلك تكون في ان ننشئ الابناء على هذه الطريقه من الحوار، لانه يولي حتى اللي كان يعرض عليه واحد حاجه في البرة ولا خارج الاسره فيناقشها الاصل، علاش انك حابين ندير هذه؟ علاش نجي معك هذه؟ علاش ناخذ هذه السيجاره؟ علاش ناخذ هذا المخدر؟ علاش ناخذ هذه القضيه؟ علاش نمشي ندير عاده السلوك؟ فيكون نقاش، ومن خلال النقاش نقدر نكتشف انا كمحاور سلبيه السلوك او ايجابيه السلوك، لذلك مهم اننا نهتم بهذا. بالعكس من هذا، اذا كان لم نوفر لغه الحوار بين الاطراف، ولا اذا كان شفنا الاسباب عدم وجود لغة الحوار داخل الأسرة عموما، فواحد من أهم الأشياء هو انشغال كل من الأبوين وانشغال كل واحد في مهامه الخاصة. يعني أصبحت الأنانية الآن والوحدة والعزلة هي لغة العصر الآن، فأصبح كل واحد يحب يكون خليه مع قسطويا، ما نكسر راسي، ما نحوس، ما نهضر. حتى الأب والأم معليش خليك مع قسطوك، مع ناس آخرين، لكن مع الأب نتاعك، مع الأم نتاعك، مع الأبناء نتاعك، مع العم نتاعك، مع الخال نتاعك، ينبغي أن يكون هذا الحوار الأسري اللي يكون. كان عفوا أستاذ، ناس يفضلوا أنهم يتحاوروا ويدردشوا مع ناس افتراضيين ويخلي العائله تاعو يعني اللي قريبه. نعم، راح نجي وهذه النقطه كي معليش كي سبقتها، وهذا من اهم الكوارث التي تضرب عمق الاسره الجزائريه اللي لابد اننا ننتبه لها. الان اصبحت الناس كلها عايشه حياه افتراضيه، هذه الحياه الافتراضيه الان خلات الان بعيد عن الواقع، بعيد، وبالتالي قد يقع ما يقع داخل الاسره وما يشعرش به. وكما قلنا من قبل، هذا راح يقتل المشاعر الايجابيه داخل الانسان، تكون مشاعر الانفعاليه داخل الانسان، وبالتالي يولي يموت في العائله ما يروحش، لانه خلاص ما عادش عنده ذاك الاحساس بوجود الاخر اللي هو مامو، سواء كان زوجه، سواء كان ابناء، سواء كما قلنا عائله كبرى. لذلك لابد ان ننتبه لهذا. كذلك عدم وجود انعدام الحوار في بين الاسره عموما تنعدم الثقه، لاننا ما نعرفوش واش هي طلبات الاخر، ما نعرفوش واش هي احتياجات الاخر، وبالتالي نلقى روحنا دائما نمشيو في طلبات غير طلبات الاخر، في احتياجات غير احتياجات الطرف الاخر، وبالتالي الطرف الاخر ما يثقش فينا، كما قلنا سواء كان زوجة ولا أبناء أو أي كان من أطراف العائلة. كما قلنا قبل كذلك، الاهتمام التكنولوجي أثر تأثير كبير جدا في عملية الحوار والنقاش، وهذه لابد الآن على الأولياء أنهم ينتبهوا لها. لابد من وجود أوقات مخصصة للجلوس، على الأقل جلسة يومية، هذه الجلسة في فطور ولا في عشاء، ممكن في النهار أنا خدامين كل واحد وفي مكان العمل نتاعه، لكن على الأقل أن نجتمع على مائدة العشاء، أن نجتمع على مائدة القهوة، على الأقل ما قدرناش في أيام الأسبوع نجتمع، في يوم العطلة الأسبوعية نجتمع يوم الجمعة أو يوم السبت كما تفعل الكثير من العائلات الآن، يوم الجمعة دائما
تلقى العائلة مجتمعة بعض النساء تقول لك أنا ما نخرجش بالجمعات، عندها مهمة ولا حتى عندها مهمة في المهنة تاعها، تقول لك تحاول تتكلف بها ولا تحاول تعتذر منها لأنها لا تستطيع أن تخرج يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم البقاء مع الأهل، يوم البقاء مع الأسرة، يوم النقاش والحوار مع الأسرة. نطرح بما في الأخير بعض الأمور التي تساعدنا على كيفية التحاور بين أفراد العلم، بين الأمور التي تساعدنا على التحاور وهي الجلوس كما قلنا مع الأسرة من حين لآخر هذه الجلسة، ليس على أشياء بسيطة، على كاس شاي مثلا ولو كاس ماء موجود بيناتنا ونحاول نناقش بيناتنا، هذا راح يعزز الكثير من المواقف الإيجابية داخل الأسرة. الأمر الآخر اللي يعزز الحوار المشاورة في الأمور، تقول هذا خاصة بالنسبة بين الزوجين، لابد أنه هذه زوجتك وهذا زوجك، فعلاش أنت تخدم أمورك وحدك وهي تخدم أمورها وحدها، واحد ما عنده علاقة بالآخر. الزوجين ما سمي الزوجين، الراجل كيكون وحده ولا المرأة وحده نقول هذا راجل وهذا امرأة، لكن بمجرد أن يتزوج نقول هذا زوج وهذه زوجة، شريك الحياة يعني، نعم نعبر عليه بالرقم زوج، معناها هذا أصبح عنده شريك واحد آخر، وهذا الشريك الآخر لابد أن يشاركك في كل حياتك. وربما واحدة من أهم قضايا التي تجعل الأسرة مستقرة هي المشاركة في الأشياء. كذلك مما ينبغي أن يكون في عملية التحاور حتى يكون الحوار فعال في حياتنا، الاهتمام بالمحاورة. أحيانا يجي الطفل نتاع الأم، يجي أم في الشغل نتاعها، أمي حبيت نهضر معك، أهضر بك يلا وهي في شغلها، هذه ليس لغة حوار. أو أننا نتحاور وجوهنا للتلفاز وجوهنا لشيء نشاهده، فهذه مش لغة حوار. لغة الحوار وهي النقطة اللي بعدها، حتى تكون لغة مهمة ولغة قوية لابد أن يكون الطرفين متقابلين، تقول نظرة العين، هذا النظرة نتاع العين اللي هي مهمة جدا في عملية التواصل، حتى يقول بعض المختصين أن أقوى عملية تواصل هي التواصل البصري. صح. حتى يهتم بك الطرف الآخر. كذلك عدم الصراخ والانفعال في عملية الحوار، معناها أنك حوار بالعياط والزقام يسمىش حوار، فهذا يسمىش حوار طرشان، لأن كل واحد يزقي ويسمع الروح ومش يسمع الطرف الآخر. فينبغي أن يكون يكون عملية حوار تكون عملية حوار هادئة، عملية حوار مستقرة، عملية حوار تخرج منه بنتائج، ما يكون شائق عقيم. لأن إذا كان شفنا الكثير من الحوارات اللي تقع في الأسرة ما تخرجش بنتيجة، لأنها يوقع فيها في فوضى وبعد يوقع فيها صقاق، قال كنت نحاول كنت ناقش معه النقاش والأخطر من ذلك إلى تحول نقاش الحوار إلى حوار جسدي، معناها أصبحنا نضرب بعضنا وأصبح الآخر يضرب الآخر. النقطة الأخيرة هي تقبل الآخر، معناها أن وتقبل الرأي الآخر، قد يكون رأي الآخر يخالفك، قد يكون رأي الزوج يخالفك، قد يكون رأي أبنائك يخالفك، ولما لا في ذلك، فتقبل الرأي نتاعهم. إذا كان هذا الرأي فيه خطأ نحاول نصحح الخطأ، نحاول نصحح بهدوء حتى تكون عملية الحوار عملية قوية. تبقى عملية الحوار داخل الأسرة أهم قضية التي ربما لابد أن ينتبه إليها أولياء. ربما إحنا في هذه الصباحة ندعو كل أولياء لكل ولي على أنه يلقى مساحة لأبنائه، يلقى مساحة للزوجة نتاعه، يلقى مساحة للأسرة نتاعه، لابد من وجود هذه المساحة، لأن إذا كان ما كانش المساحة راح لهو كما يقولوا تبتعد، وعندما تبتعد لهو وتنفص تكبر لهو ما نقدروش نسيبه الأسرة نتاعنا أسر مشتتة. وكما يقولوا علماء الاجتماع المختصين في الاجتماع أن الأسرة إذا كانت الأسرة متماسكة هذا سينعكس لا محالة على المجتمع. صح. الفرد الصالح يعطينا الأسرة الصالحة يعطينا المجتمع الصالح فيما بعد. فإذا كان الفرد هذا هو روحه كل عازل روحه العزلة الأسرة راح تفكك، وبالتالي هذا راح ينعكس على المجتمع، وعندما ينفصل المجتمع على بعض البعض فنلاقي الكثير من الآفات الآن راهي موجودة، والكثير من السلوكات الآن راهي في الشارع مردها إلى عدم الحوار، سواء في المدرسة سواء في الشوارع سواء في أسواقنا، لأننا ما نعرفوش نتناقشوا بعضنا، ما نعرفوش نشدوا قضية ونقعدوا بعضنا ونحلوها ونشوفوا لها الحل نتاعها. لذلك تتراكم القضايا الأسرية، تتراكم المشاكل الأسرية، تتراكم المشاكل داخل المجتمع، وبالتالي ما نقدروش نحاولوها. ولذلك رب سبحانه وتعالى لما الشيطان عصى الله سبحانه وتعالى بالسجود حاوره الله سبحانه وتعالى، دب في نقاش معه حتى يقنعه بالسجود، لكن لما يقتنع ذهب إلى اللعنة وذهب إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. يعطيك الصحة، نشكرك بزاف الأستاذ، ونتمنى أنه هذا الدردشة تلاقي صدى عند الأسر. كاين أسر مازالها محافظة على ثقافة الحوار، وإن شاء الله تسود عند كامل الأسر الجزائرية. نشوفك نهار اثنين إن شاء الله مع موضوع آخر كما كان يقول الأستاذ. لما تكون عندنا أسرة سليمة حيكون عندنا مجتمع سليم، حيكون عندنا شباب واعي ما يروحوش للآفات الاجتماعية كما شباب اللي تلاقيت بهم زميلة أسماء الوناس. نشاطهم مميز كثير لأنهم يروجوا للبلد الجزائر للسياحة الجزائرية من خلال الصور الفوتوغرافية. انتبهوا كيف هذا الريبورتاج في سياحة وأسفار مع أسماء الوناس.
شباب مبدع بطريقته يحذوهم طموح للتعريف بعراقة الجزائر ومن ثم الترويج لها سياحياً. منها نروجوا للسياحة تاع الجزائر في الخارج، يشوفوا الناس باللي بلادنا شابة، ماغري صح بلادنا شابة، يشوفوا صوالح بزاف شبان. صادق كل واحد فاش سبيسيال، كاين اللي حبنا بيزاج، كاين اللي حب لي بورتري بزاف، كاين حتى الفوتوس اللي في ماكا لاكاس بدري يلعبوا. سبيسيال أنا نحب بزاف كوتي بورتري، نصور دراري هكا ولا. شاركوا فيهم في مناسبات ومسابقات عالمية على المواقع الإلكترونية. نبحثوا تصاور ننشروهم في مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس في اوروبا ولا في الوطن العربي يشوفوا بلادنا شحال شابه. الجوله بارجاء القصبه هي واحده من الجولات التي يقوم بها زوين عبد الوهاب عماد ووليد في كل مره فقط لالتقاط صور فوتوغرافيه للمنطقه قصد التعريف بجمال الجزائر وروعة وعراقة أحيائها التي تسخر بتاريخ ولمسات تقليدية مميزة كالقصبة. انا نخدم سيرتو اللي تمت على قصبة طورات عرصة تراديسيونال هكذا وصافي شغل خرجنا اليوم لهنا وفي مونطون تحويسة وانا نديرو قصبة. لا احنا اوطون ديجا من نخدموش بلادنا ما نروجوش بلادنا معناتها شكون اللي راح يجي؟ راح نجيبوا ناس واحد اخرين. دوك الجيل اللي فات راح خدم يعطيه الصحه، دوك طاونا كيما يقولوا المشعل في يدنا. الور دوك كل واحد يقدر باش يقدر يعاون البلاد هذه يدير. دوك حنا الحاجه اللي نحبوها سي لا فوتو. الور لا فوتو واش تبع اوتوماتيكمون توريزم. توريزم دوك الناس اجانب فاش حين يعرفوا الجي مادام دوك الدنيا تطورت ورانا على مواقع التواصل الاجتماعي نروجوا على السياحه باش يجيونا هنا دي زيترونجي يشوفوا بوركوا با شغل نحلوا باب للتنميه تاع الجزائر بيان سور. دوك كل واحد يقدر باش يقدر يعاون البلاد هذه يعاون. القصبة هي الحي العريق الذي يجمع بين تقاليد مميزة للجزائر وآثار وتاريخ تميز وتبين تعاقب حضارات عليها واحتفاظها بتاريخ وعراقة المنطقة، ولذلك يستمتع هؤلاء الشباب بالتجول بها وأخذ تذكارات فوتوغرافية في أرجائها. Okay, it's my first time in Algeria and I discovered this place and it's a lovely place. الترويج للمناطق السياحية بالجزائر ينبع من حب الوطن للمساهمة كل بطريقته في التعريف والافتخار ببلدنا الشاسع ومناطقه التي قد تجعل منه قطبا سياحيا رائدا في العالم أجمع. أكيد أسمى الجزائر قطب سياحي في العالم بحكم المساحة الجغرافية الكبيرة، بحكم العادات والتقاليد، بحكم المناطق السياحية الساحلية الجبلية والصحراوية على موسم السياحة الصحراوية وين راح تقوم أسمى الوناس بتقديم العديد من المواضيع للترويج للسياحة الصحراوية وعموما السياحة الداخلية الجزائرية، وهذا هو دورنا كتلفزيون جزائري من خلال مختلف قنوات كما القناة الرابعة الأمازيغية تروج لثقافتنا الأمازيغية في فقرة تشاهدون أقول رح نحكوا على أهم البرامج رح تشوفوها هذا الأسبوع مع أمينة بعد الفاصل. هذه بطاقة ليك رستم، بطاقة بيضاء. قناة الرابعة حاضرة بحضور أمينة. صباح الخير. صباح
صباح الخير محسن نزيف لك كنت سلام صباح الحمد لله وانت يا الحمد لله مرحبا يا سوين يسلمك راك تعلمت الامازيغيه معايا لا لا ما تكسرش راسك معاك ومع كامل الزملاء اللي راهم يجونا من قناه الامازيغيه محسن نقول صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام كما عودناكم صبيحه كل يوم اربعاء ناتيكم ببرامج جديده نستهلها او نستهل مواعيدنا لهذا الاسبوع حصه تزمر تنون اي صحتكم هذا الحصه اللي تهتم بمواضيع صحيه اللي في كل مره تاتيكم مواضيع جديده تهم صحتكم كثير موضوع هذا العدد راح يكون مرض الاكتئاب اسبابه وكيفيه العلاج من هذا المرض اقول الحصه تاتيكم الليله على 8:30 من تقديم الدكتور نزيم تواتي بحضور اطباء ومختصين نشاهد بعض الصور من الحصه ونعود يزمر ادنيني باللي بنادم يقول لي راني ساعه لا ديبرسيون يزمر هذا يخمم باش هذا يحبس الحياه سنا سكون ابل لي بونسي سويسيدير من هضره الدف لا بيولوجي ياكل لا ديبرسيون يزمر ادنيني باللي يلا يونو عقار يكتصبوين نغيك تخصون قول لغن بنادم عقراقي دينو من قار La sérotonine. Quelqu'un qui fonctionne comme ça pratiquement tous les jours, pendant 15 jours, ça guide la dépression, il faut consulter. Mais avant 15 jours, ce n'est pas une dépression. Avant 15 jours, sauf maintenant, mais il a le halène, son tarm, mlih, mlih, et que ce soit le halène qui demande une hospitalisation. Alors, la dépression saisonnière, des choses. Alors, la dépression saisonnière, elle existe. C'est-à-dire, c'est un individu qui fait les dépressions de la saison à la saison. On prend un exemple, la saison automne à la Guinée-Guillaka, il y a beaucoup plus de dépressifs par rapport à la saison d'avant. تزمر تنون هي صحتنا حصة تهتم بكل ما هو طبي ويهم صحة المشاهد على القناة الرابعة لقدها أمينة الحصة راح تكون الليلة على 8:30 يعني تابعوها للاستفادة من الموضوع اللي يهمكم كثير ونقول دائما الوقاية تبقى خير من ألف علاج صح وغدوة الجزائرية الثالثة كاين إرشادات طبية مع الزميلة حفيظة رزيق اللي نحيوها في هذا الصباح ونوصلوا في مواعيد القناة الرابعة وصلوا محسن دائما مع مواعيدنا والآن اليوم الخميس إن شاء الله راح تبث القناة الرابعة بورتري حول الصحفي سعيد فريحة مثال الصمود والشجاعة هذا واحد من أبناء الإذاعة الوطنية الذي صنع بصوته أمجادا للقناة الثانية إذا البورتري كما قلنا يأتيكم الخميس على 7 مساء شاهدوا بعض الصور من البورتري محسن ونرجعوا ديرات ما فيش نافس ساكنة يعني هاد البيت كتشد ليها الطش مش لين يد البلو فلاش أنا ونسين راه صوفاكي ديال الراديو يقبضان غير يال فما لي مسلايان يزيدانان يستكشامن الفرح غير يال خام لا راه ديال التلفزيون ستي ليكول كشما كسبوس اللي 72 اللي واخدين دوار ديالنا لا راديو كنا ولا ريوش لا ريح من زابا ما كنيش قارن تورا لينا كل دوار لينا زور من مقارنين لي زانيماتور من مقارنين يعني اذا داك لي ولايه 48 48 لي ولايه نوزا نتيدا ما دهضرش سعيد فرحه لا مش جرنون ماشي هنا تكفو هذا البورتري لزميل بالقناة الثانية الناطقة بالأمازيغية نعم بالإذاعة الوطنية إذا نواصل محسن مواعيدنا لهذا الأسبوع والآن نروح اليوم الجمعة يوم الجمعة إذا ستكونون على موعد مع حصة أسمك دي الحصة الاجتماعية لتناول القضايا ومواضيع اجتماعية تهمكم كثير بما أننا محسن على أبواب فصل الشتاء هذا الفصل اللي تكثر فيه استعمال أجهزة التدفئة وكما نقولوا لها مخاطر لها يعني مخاطرها هي الاخرى اذا ستخصص حصه اسمك في هذا العدد لتوعيه والتحسيس بمخاطر استعمال سوء استعمال اجهزه التدفئه والحملات التحسيسيه لتوعيه المواطن اذا هذا البرنامج ياتيكم كما قلنا امسيه الجمعه على 9 شاهدوا بعض الصور منه ونرجعوا إمي دينك ميشغبن إلو بورنا هي التيكت نتعرف أدن مسلين غاد نفرن خمسة التي تدير ومدان لتدرس ميلاس
أدن زيغورون أميل في كلت أنفك صواب يليون دهون أرجاز سمطوس المزين مولانة خبانيين دي الحريش إذلس طونات تزمر ذوين النضال تمثال مرا فاد المسلا ذو قطون امينوس تدويل تيبوس ميثيا لك ذي مسناوني تخصا ذو قحري شاكيا ذو المسلا غاف المعانية القيان اكزامي ثمتيا تمثال مرا فاد يزيوال ذي تدويل تيبوس ميثيا تدويل ثلاثي ساتن غروان ثيكة ذي 15 يوم أس الجمعة غاف سامة قيض إليس لتعاد أكيد راح نكونوا في المواعيد الجيجا. تحياتنا ليك والكامل فريق عمل برنامج اس مكثي، هذا البرنامج اللي يعنى بالتوعية والتحسيس كما قلتي. إن شاء الله يجوز شتاء دافئ بدون حوادث إن شاء الله، بدون مخاطر وحوادث إن شاء الله. محسن، إذا نقولوا هذه حصة اس مكثي هي حصة نصف شهرية من تقديم زميلة جديدة بالقاسمي من إخراج محمد حدادي. هذا محسن، نكون وصلنا لنهاية فقرتنا نهار اليوم. نقولوا موعد يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. ابقوا أوفياء لبرامج القناة الرابعة والقنوات الخمس للتلفزيون الجزائري. إذا موعدي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله محسن. إن شاء الله، والحاجة اللي بيحف أمينة أنها تجيب البرامج تاع كامل الزملاء تاعها، وتنسى باش تذكركم بالبرنامج اللي تقدموا. فكرينا البرنامج. إذا البرنامج هو حصة أهلنا، يعني برامجنا اللي فيها نقدموا مواعيد البرامج اللي تكون على مدار كل أسبوع. الحصة نقدمها أنا وزميلة مريم بيدونيا كل يوم سبت على السادسة والنصف مساء. وجدة نهار السبت، تقدري تقولي لنا واش كاين؟ يعني رانا في التحضيرات تاعها. عطينا أهم المواضيع، احكي لي على العدد اللي فات واش درتوه فيه. عدد اللي فات كانت فيه يعني حصص، وكانت فيه الكثير من الروبورتاجات والأفلام الوثائقية، بما أننا في شهر نوفمبر. يعني شهر اللي فيه ذكرى اندلاع ثورة تحريرية، لهذا كانت فيه الكثير من الأفلام الوثائقية. صحيح، وحنا في برنامج صباح الخير يا جزائر كذلك مدام رانا في نوفمبر، هذا نوفمبر العزيز علينا لأنه نتفكروا فيه ذكرى الفاتح، نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، عندنا فقرة نوفمبر الحرية. قبل ما تابعوا الفقرة تاعنا، كنت تحكي لي أهم البرامج والأشرطة الوثائقية اللي بثت من خلال القناة الأمازيغية خاصة بالثورة، بصح قوليها لي بالقبيلية. هكا باش تكوني على الكتاب. يعني عندنا كثير من الأفلام الوثائقية خاصة اللي حضروها لهذا العام في إطار الستينية، من أهمها يعني اللي فاتت الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء كان معنا فيلم وثائقي للمجاهد والشهيد جهلان، اللي هو من منطقة غردايا واللي جهد بولاية تيارت. أيضا كان عندنا فيلم وثائقي اسمه أفريدنة اللي يعني طريق الحرية. كان أيضا برنامج آخر يعني ولا فيلم وثائقي آخر هو طريق إلى تونس، يحكي نضال المجاهدين واللي كانوا يروحوا حتى البلدان يعني الشقيقة ولا المجاورة ليحضروا منها ليأتوا منها بالأسلحة من أجل الدفاع والوقوف دائما في وجه المستعمر الفرنسي واسترجاع حرية الجزائر. يعطيك الصحة أمينة، تنمر تطاس تطاس. هاي سلوك محسن، تلقاو الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا حديثنا عن نوفمبر مازال يتواصل في برنامج صباح الخير يا جزائر، كل يوم وقفة مع شهيد من شهداء الجزائر. اليوم مع سرية سيلبشير والمخرج محمد عايش، وقفتنا مع الشهيد البطل مصطفى بن بلعيد. حتى لا ننسى. بن بلعيد زايد في الأوراس كان رحاي، هاجر لفرنسا في 1937 وين صبح نقابي ورجع للبلاد عام بعد. يقوم بالحرب مع الجيش الفرنسي، وبعدها يعفى عن الكفاح بسبب الجروح اللي تعرض لها، ويعاد تجنيده في خنشلة بين سنتي 1943 و1944. مصطفى بن بلعيد ينضم لحزب الشعب والحركة انتصار الحريات الديمقراطية في 1946. نجح وانتخب في التجمع الجزائري، لكن الإدارة الاستعمارية لغت الانتخاب ووضعت في مكانه واحد من أتباعهم. كان أحد المسؤولين الرئيسيين للمنظمة الخاصة في الأوراس، وكان له مستودع أسلحة اللي استعملوا في الفاتح نوفمبر 1954.
عضو في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، منجحش في إقناع مصالح الحاج في الكفاح المسلح، وبهذا أصبح عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل. رهن كل ممتلكاته باش يمول الثورة. في فتح نوفمبر يصبح على رأس الولاية الأولى منين كان يسير اندلاع الانتفاضة، وفي 24 جانفي 1955 يسافر على رجليه اتجاه تريبولي، لكن يلقى عليه القبض في الحدود التونسية الليبية. بسرعة تسجنوا حكموا عليه بالإعدام. يهرب من سجن الكردية في قسنطينة ورجع على رأس المنطقة الأولى، وهنا توفى في 23 مارس 1956 في فخ نصبون الاستعمار، وكان ضحية جهاز الإرسال اللي وضعه الاستعمار في جبل لازوك. وإلى كل المجهولين الذين استشهدوا من أجل أن تحيا الجزائر. وكما كل صباح نترحموا على شهداء الجزائر اللي ضحوا بالنفس والنفيس باش اليوم نعيشوا في جزائر مستقلة. أكيد مصطفى بن بلعيد غني عن كل تعريف شهيد البطل، وكانت الجزائر كذلك أنتجت فيلم يروي مسيرة الشهيد خلال الثورة التحريرية من إخراج المخرج أحمد راشدي وبطولة الممثل السينمائي حسان كشاش. حديثنا راح يتواصل على السينما الجزائرية، عن الثقافة الجزائرية، عن المواعيد الثقافية مع أمين عرجان بعد الفاصل. حضر معنا صاحبة النشاط الدائم أمين عرجان. صباح الخير. صباح الخير محسن، وشلونك؟ الحمد لله، وانت لاباس؟ الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا إلى ركن الأجندة الثقافية. نبدأ محسن بالخبر المؤسف، حيث وري ثراء جثمان الفنان الكوميدي حميد حناشي المعروف باسم ديدي كريمو أول أمس بمقبرة سيدي محمد بالعاصمة. إذا الساحة الفنية أو الفنانين الجزائريين يعتبروا رحيله خسارة للساحة الفنية الجزائرية. حنا محسن كنا اقتربنا من زملاء ورفقاء الفقيد من الزمن الجميل، وكانت هذه أصداؤهم وانطباعاتهم حول رحيل الفقيد. شوفوا معنا. مباشرة بعد أثناء الثورة التحريرية يعني شارك يعني مع المايسترو تاع اللي كان يتعامل مع الأطفال المتمثل في أحمد حمو المدعو رضا فلكي من مواليد 1920 وتوفى في 1993 ببروكسل. للأسف ما توفاش في الجزائر وما دفنش في الجزائر، هذه من جهة. وديدي كريمو كان يتعامل مع الأطفال. مباشرة بعد الاستقلال 62 في 64 ديدي كريمو التحق بالتلفزيون الجزائري وكموظف بطبيعة الحال، وبدأ عالم الفن والإبداع، وكان ريجيسور دو برودكسيون. دونك ريجيسور دو برودكسيون نيفو لا تلفزيون من المفروض يعرف كل الفنانين الجزائريين ويعرف كل المخرجين الجزائريين ويتعامل معهم كامل في البلاطو، سواء في التلفزيون سواء في الافلام برا الى اخره. وشارك كممثل فكاهي في الحياه نتاعو، ماشي فكاهي كوميدي، عنده النوع نتاعو الجمهور الجزائري كيشوفوه يعني هو تقريبا اللي اكتشف يعني تعامل مع لاسوري من اخراج محمد افتيسن اللي نحيو بهذه المناسبه، يعني مع المايسترو الانسبكتور الطاهر ولابرونتي وقاسي القسنطيني الى اخره. يتعامل مع الفيلم السينمائي هو الليله والاخريات لسيد علي مازي في ما زال الحق تماك الى اخره، وتعامل مع عده افلام. الحريق هو تتويج يعني خلاصه يعني لليوم الحريق يعني كي نشوفوا يعني تحفة رائعة اللي خلاها لنا مايسترو تاع السينما الجزائري والتلفزيون الجزائري متمثل مصطفى بديع الله يرحمه. ديدي كريمو خدم معايا بزاف، دار عدة جولات معايا كما فيستيفال ديوري تاع بوسماعي تاع وهران تاع عيون الطرف مع صالح غولي اللي هو المنظم الحفلات، بوسماعي مع مازار دار معنا بزاف، وكتبت لهم دو سكاتش مع بيونا.
ديدي كريمو وطرابندو ديدي كريمو والزواج خدمت لهم وتجوزوهم في التلفزيون ولعب معايا نسيبي اختارنا كنت خادي بيونا هي مرتي وهو نسيبي خوها في الانتحار لاسوي تاع الحريق وندعو له بالرحمة إن شاء الله. اولا انا باسمي وباسم كل الفنانين نرحم على نقدم العزاء تاعي لعائله المرحوم ديدي كريمو نطلب له الرحمه ان شاء الله. انا نقول ديدي كريمو عرفته اكثر من 20 سنه وكان سبق لي وتعاملت معاه مع المخرج مصطفى بديع. انا كنت نقدم في واحد الحصه واسمها عيد سعيد وانا عرفته وعرفت اخلاقه انسان طيب انسان محبوب إنسان كريم وكنا بقات العلاقة تربطني معاه من ذاك الوقت إلى يومنا هذا ونزيد نذكر باللي كان سبق لجمعية الألفية الثالثة في سنة 2014 بقاعة المسرح الوطني بالتنسيق مع المدير بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لوندا والمسرح الوطني عملنا له حفل فني كبير تكريمي وين كرمناه ونستدعينا كل الأسرة الفنية وبلا ما ننسى درت له لا سوربريز وين استدعيت بيونا خاطش بيونا مقيمة في فرنسا وين وجهت لها الدعوة قلت لها راح نكرم ديدي كريمو تمنيت له كانت حضري ودير له لا سوربريز. نقدر نقول لك فرح حتى وكان مريض 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 هكذاك فرح وفرح بقات له في قلبه ديك الفرحة هذيك حتى الأسرة تاعو فرحوا كي فكرناه وكي كرمناه في حياته بان عكس هذاك المثل اللي يقول لك يكون حي مشتاق التمره وكيموت على القلوع عرجون حنا علقنا له باقه تاع الورد ونتمنى يكون راضي علينا ان شاء الله وربي يرحمه برحمه الله. لاول اجره ديتها من التلفزه الوطنيه هي 36,000 هذاك الوقت كان عطاها لي عمي حميد كبرنا مع ديدي كريمو خرجنا لي تورني كما قال حميد عمي احمد قريقش قال خرجنا لي تورني لي فيستيفال دو ريل مع صالح غولي مع بزاف كنا نخرجوا لي تورني والحاجه اللي نشاهدها بزاف نشهدها له عمي حميد كان قبيح في الكوزينه طيب تجيبي له المخيره تاع نسا يغلبها كان فور يطيب بها تربينا معاه نوزا توجور انكوراجي خدمنا عمي حميد نقول لك باللي يقال انا ما لحقتش بهذاك الوقت يقال باللي هو السبب هو اللي اكتشف بيونا وفرضها على مصطفى بديع في الحريق قال له واش جبت لي هذه المراه قال له تلعب وفينالمون نجحت وكان سبب على بزاف الفنانين الله اعلم مصطفى ياناس الفنان المرحوم الله يرحمه كان هذو كاع هو اكتشفهم وكان انسان خدام وكان انسان بسيط جدا ماش نقول لك البساطه تاعو اللي هي اللي خلاته يحبوه كاع الناس. ديدي كريمو انا عرفته من قبل كنت اورغانيزاتور دو سبيكتاكل جابوا لي شافي جابوا احمد هو اللي بريزونتاه لي باسكو كنا نديروا لي تورني لي كالا لي زانيفرسير تاع لي سوسيتي خدمنا يعني ان بو بارتو وكذا وديدي كريمو شخص يعني فاش يعجبني الله يرحمه كان كل ما نخرج وكذا منه يميد لومبيونس كي تكون كيكون هو يكون قريقش بيونا كذا من ليزارتيست الاخرين وكذا منه يبني ما كاش ما نكونوا هكذا نكونوا ما نضحكوش وكذا منه يضحكنا وكذا يدير لومبيونس وكذا منه لكل حال لي سيرسان لي توجور فورميتاب اشاك فوا كيكون فيستيفال ولا كذا باسكو كل عام نورغانيزيوها خطره في وهران خطره في عيون الطرق خطرة في سكيك ده خطرة في كسنتينة وكذا نا alors ي ramen quelque chose de nouveau à chaque fois ils tirent un sketch جديد وكذا بنا مع قريقش مع بيونا وكذا نا وما نعرف عليه غير الخير ويعني ونتمنى إن شاء الله الرحمة ليه وإن شاء الله وعائلته إن شاء الله يعطيهم الصبر هذا شكرا لكل هاد الفنانين على هذه الشهادات الخاصة بالجانب الإنساني وكذلك الفني لفقيد الفن الجزائري ديدي كريمو يعطيك صحة أمينة على هذه الشهادات شكرا محسن أكيد يعتبر الفقيد من الممثلين الأوائل الذين صنعوا أمجاد السينما الجزائرية في بداية مهدها هو وجه وقامة من قامات التمثيل التلفزيوني والسينمائي محسن كرم مؤخرا من طرف الجمعية الثقافية الألفية الثالثة رفقة ثلة من الممثلين
الجزائريين، وهذا اعترافا لعطاءاتهم الفنيه في الساحه الجزائريه. ما راحش نهضر بزاف، نخلي الصوره هي اصدق من تعريف حميد حناشي في هذا البورتري مشاهدينا. انا سلامتك عمي سعيد. في الأمانة. وغدوة إن شاء الله نكمل لكم حكاية على الهند إن شاء الله. فنان لطالما قدم الكثير للسينما الجزائرية، الفنان حميد حناشي المعروف بديدي كريمو، قامة من قامات التمثيل التلفزيوني والسينمائي، الذي أبدع التمثيل في رائعة الحريق لمصطفى بديعة وفيلم لاسوري مع المفتش الطاهر. فبعد معاناته مع مرض ألزمه الفراش لمدة طويلة، ديدي كريمو ينتقل إلى الرفيق الأعلى عن عمر ناهز 79 عاما بعد مسيرة فنية تقلد بها أدوارا عديدة. فنان كوميدي من زمن الفن الجميل، جعل من فنه رسالة لأجيال تلته للمحافظة على السينما الجزائرية. والبورتري لي زميل يونس الكحل ديب، كانت هذه وقفتنا مع فقيد الفن الجزائري ديدي كريمو ربي يرحمه. أكيد محسن يرتحلون ولكن لا يموتون، لأن أعمالهم ستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة وفي ذاكرة الجزائريين لا محالة. إذن ولا يسعنا القول إلا أنه فنان الكوميديا الجزائرية بامتياز. رحم الله فقيد وأسكنه فسيح جنانه، إلا لله وإنا إليه راجعون. نستكمل محسن أخبارنا أو مواعيدنا الثقافية، وإلى قصر رياس البحر ستكون وجهتنا في انتظار الصور محسن، أين يتواصل المعرض الفردي للفنانة العلالي منيرة. هذا المعرض مشاهدينا يحمل عنوان تعبير على النحاس من خلال المعدن المضغوط أو الضغط على النحاس، تشارك من خلاله الفنانة مشاهدينا العلالي منيرة ب 52 لوحة من مختلف المقاييس، متنوعة من جهة ومتنوعة المواضيع. أقول ركزت الفنانة في موضوعاتها من خلال أدوات تراثية للحياة الاجتماعية الجزائرية، تزيينية منها لبعض الأواني الفخارية وكذا الحلي التقليدي من منطقة القبائل الشاوية والتوارق، بالإضافة إلى بعض تفاصيل فن العمارة الجزائرية أي البناء المحلي كالقصبة، الأبواب، المداخل، أجزاء من وسط الدار، الصحين إلى آخره، وموضوع آخر يتمثل في الزخرفة والخط العربي. ونترككم مع هذه الصور مشاهدينا التي التقطناها على هامش المعرض. شو وقتنا أمينة وشو وقت المشاهدين باش نروحوا نزوروا هذا المعرض؟ أكيد محسن، هو معرض فردي للفنانة العلالي منيرة، هو خلاصة إبداع خالص من خلال الرسومات التي جسدتها الفنانة العصامية، وهي دعوة لكم مشاهدينا لزيارة قصر ياس البحر من جهة والتعرف على هذا المعرض من جهة أخرى. إلى جديد الإصدارات أكيد محسن، للتذكير فقط فإن المعرض سيستمر إلى غاية 29 من شهر نوفمبر الجاري. إلى عالم الكتاب والإصدارات مشاهدينا، حيث
اختار الكاتب مختار الشعلالي فريق وفاق سطيف منطلقا لكتابه الجديد، وهو يروي من خلاله مسار او من خلاله حول مدينة سطيف او مدينة الهضاب العليا سطيف العريقة، ونظرا للحمى التي يعيشها الشعوب نظرا لرياضة كرة القدم، هذه الرياضة الاكثر شعبية في العالم، جعل الكاتب من خلال كتابه يركز على مسيرة وفاق سطيف هذا الفريق العريق مرورا بكل الظروف التاريخية التي مرت عليه، بداية من دوره أثناء الثورة التحريرية وعلاقته بجبهة التحرير الوطني. هذا الكاتب محسن مختار شعلالي معروف بكتاباته للذاكرة سواء من خلال الرواية أو البحث مشاهدينا. إذن محسن، النسر الصيفي أو فريق وفاق سطيف يستحق هذا الفريق، والمدرسة الصيفية العريقة يستحق أن تجسد مسيرته الكروية في كتاب، لأنهم شرفونا أكثر من مرة في المحافل الدولية والقارية. شرف الجزائر في الكثير من المحافل الدولية على الصعيد المحلي العربي والإفريقي، يستحق كل الإشادة والتنويه محسن. صحيح أكيد، ونحيوهم الكحلة والبيضة وناس سيدي الخير وفريق وفاق الصيف. وبهذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام المفكرة الثقافية. يعطيك الصحة أمينة. شكرا محسن، والموعد إن شاء الله يتجدد يوم الجمعة المقبل مع ركن تراث بلادي، ويوم الخميس مع زميلي عبد الرحيم بوترا. إلى الملتقى بحول الله. يعطيك الصحة، وكملي هكذا دائما بهذا النشاط خدمة للمشاهدين اللي دائما يستناو آخر الأخبار والثقافية، والثقافة ماشي بعيدة على تراث بلادي مع أمينة أرجاني. يعطيك الصحة أمينة، نشوفك نهار الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا، بداية أسبوع موفقة ونتمنى لك التوفيق أنت أيضا. يعطيك الصحة أمينة. نروح الآن إلى جنوبنا الشرقي الجزائري إلى ورقلة في خدمة صباحية وطنية في كل مرة عندنا بث مزدوج مع محطتنا الجهوية. اليوم وجهتنا إلى ورقلة، وين الحديث راح يكون عن مشتلة المؤسسات الخاصة، ونمد الخط لزملائنا بورقلة. ومعنا كما كل صباحة يوم أربعاء منير معمري. منير صباح الخير عليك وكل فرقتنا التقنية بورقلة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم سوف نتحدث عن مشتلة المؤسسات بولاية ورقلة، سوف نتعرف من خلالها عن مهام هذه المؤسسة في مجال الاستثمار. ولمزيد من التفاصيل يحضر معي في هذا السيد كوجة رمضان، وهو إطار بمشتلة المؤسسات بورقلة. مرحبا بك معنا سيد الكريم. أهلا وسهلا، ونشكر يعني التلفزيون الجزائري على هذه الالتفاتة لمشتلة المؤسسات اللي هي ما زالت يعني في يعني غامضة في مفهومها في ولاية ورقلة. ولا هنا رانا هنايا باش نفهموا الشباب والمستثمرين على هذه المشتلة. يعني قبل أن نتحدث عن المشتلة، لا بأس أن نشاهد هذه هذا التقرير حول مشتلة ورقلة ثم نعود. يلا. مشتلة المؤسسات هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تستقبل وتأوي حاملي المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات، كما تدعمهم وترافقهم من بداية الفكرة إلى تجسيد المشروع. مشتلة المؤسسات هي عبارة عن مكاتب محتضنة ومؤسسات محتضنة زائد خدمات تقدم إلى جميع المشاريع جميع المؤسسات التي تأتي إلى مشتلة المؤسسات. ومن وظائفها احتضان المؤسسات الحديثة وتقييم وتوجيه المشاريع، إذ يسهر على إدارتها طاقم شاب يقوم بمرافقة كل الراغبين في الاستثمار والتكفل بمشاريعهم. مشتلة المؤسسات تضع أهداف واستراتيجية لمرافقة حامل المشاريع. بالنسبة للأهداف، أهداف النمو للثلاثي الأول في سنة 2015 هو يعني توجيه جميع حامل المشاريع إلى قطاع الفلاحة وقطاع السياحة زائد خدمات والتكنولوجيا لإعلام الاتصال. فيه جانب لتوفر مشتلة المؤسسات لكل جميع المستثمرين في الولاية، وهو إنشاء ودراسة المخططات الدراسة التقنية الاقتصادية التي توجه إلى مصلحة كابيرا في الولاية التي لجنة موقع المشاريع الولائية. مشتلة المؤسسات بورقلة تضمن لكم الاستقبال والتوجيه وتطوير الفكرة وإعداد خطة العمل المشروع وتحقيقه. بداية المرافقة، هل تكون في البداية أم بعد إتمام المشروع؟ المرافقة هي تبدأ
منذ بدايه يعني البدايه نتاعها، وين يجي الشاب الى يعني يقصد مشتل المؤسسه من ثم تبدا المرافقه، يعني سواء كان يعني نعطوا له نقدر نعطوا له نصائح وارشادات حتى يعني يكون عنده غير فكره يعني مش جاي على مشروع يعني ولا راح يجسد مشروع يعني احنا الاطار تاعها يعني نديروا استشارات ونعطوا استشارات نعطوا نصائح يعني كاع فيما يخص يعني حب يجسد الفكره تاع المشروع ولا حب يعني يدخل في المشروع. هل كل القطاعات تحتضنها المشتله؟ القطاعات نقدروا نقولوا كل يعني تولي دومين يعني كاع المجالات ندخلوا فيهم في حاله ما اذا تعذر علينا يعني مجال. احنايا عندنا يعني اتفاقيه تعاون وشراكه مع كاينه جامعه قاسدي مرباح بورقلا، عندنا مكاتب يعني استشارات و يعني مع مستشارين وخبراء يعني بذلك يعني نقدروا نفيد يعني الشاب ما نخليهوش يعني يقعد في حيره يعني في حيرة. نعم. كم بلغ عدد المستقطب او المؤسسات التي تحتضنها المشتله؟ كم عدد هنا في منطقه ورقلا؟ في ورقلا يعني رانا في يعني بين محتضنين رانا سبع مؤسسات محتضنه يعني في مكاتب مجهزه جميع يعني الاجهزه المكتبيه وال أجهزة الإعلام الآلي، أنترنت عالي التدفق، الهاتف، الفاكس، يعني كل طبعا يعني فضاء تسمى واسع باش أوسع فباش يكون عمل يعني فضاء واجد باش يجسد الفكرة. عملية استقطاب المستثمرين كيفاش تكون في عن طريق أيام تحسيسية أو إعلانات أو عملية يعني كيفية يعني استقطاب الشباب أو المستثمر بصفة عامة؟ نقولوا يعني نقدروا كنا يعني نديروا مع الاذاعه المحليه، عندنا التلفزيون، عندنا بالايام التحسيسيه، عندنا ايام اعلاميه، عندنا ايام دراسيه، عندنا مثلا عندنا كل عام يعني كما يعني او جاي مناسبه تاع الاسبوع العالمي للمقاولاتيه، كل عام يعني يصرى في نوفمبر يعني من كل سنه يعني تكون يعني فيه نشاطات كبيرة وتظاهرات وفيها أيام دراسية هل تكون لديكم عوائق في إقناع المستثمرين باش يخوضوا تجربة معكم أنتم في هذا العمل؟ احنا أصلا يعني المشتلة يعني تحطت باش يعني تذلل الصواعد اسمها الصعاب، تذلل يعني الصعاب كيف تذلل الصعاب؟ كيف تذلل الصعاب؟ يعني نلقاو دي سوليسيون يعني دي سوليسيون يعني المشاكل تعمل يعني حلول يعني نحاولوا نحو يعني كيف يعني العوائق يعني اللي تعوق سواء كانت اداريه او تقنيه. هل كان هناك استقطاب كبير؟ كان استقطاب يعني يعني تشوف يعني مثل قطاع التكوين المهني حاملي الشهادات يكونوا عندكم يجوا عندكم المشتله؟ متربصين يجوا يعني طلبه جامعيين مثلا حتى ما كملوش يعني الدراسه يعني يجوا ما سلم يعني يجوا عندهم افكار عندهم حابين يعني يديروا مشاريع استثماريه يعني يحلموا مازال يعني يحلموا عندهم افكار عندهم افكار وكاين يعني ياسر كان مشاريع تحققت على ارض الواقع ارض الواقع مشاريع كاينين وين كاين عندنا يعني هذو السبع مؤسسات اللي راهي محتضنه بفضل يعني المرافقه من طرف اطار شاب ثاني يعني نشكر يعني الاطارات تاع المشتله يعني اطار شاب وعارف واش راهو سما يعني الامانه يعني نورمالي باش حتى قطعة التكنولوجيا كم ترفقوا فيها كم تقوموا بالمرافقه تاعها باريكزومبل يعني قطعة التكنولوجيا نعم في هذا الفيديو اللي عدينا شفنا باللي شاهدنا باللي كان ترافقوا ثاني قطاعات التكنولوجيا نعم مثلا يعني ما عندكش انت كما نقولوا عليها يعني وجه باسكو التكنولوجيا راهي يعني اعطينا حاجه يعني اللي تواكب العصر التكنولوجيا مثلا راهي تقوم بها ترافق بها المؤسسه تاعكم التكنولوجيا كاين مثلا كاين رؤيه لل نعم ربما المشاهد ما يعرفش نعم كاين نعم. يعني كاين مثلا مؤسسه رؤيه للصحافه والاتصال هذه مؤسسة اسمها بوات دو كومونيكاسيون يعني نرافقوا فيها لقينا يعني شاب حب يعني اسمه حب الصحافة يحب الاتصال يعني رافقناه وعطينا له يعني مكتب مجهز ورانا معاه في المرافقة وراه يعني
ويجسد دايور انا نشوفه في التمرين تاع يعني المجهود نتاعو والمجهود نتاع الفريق المرافق للمشتلة يعني نشوفه حاليا الافاق المستقبليه لمشتلة مؤسسات بيوردلا حاليا تطلعاتكم تفكيركم فيما ينصب حاليا والله الاهداف يعني اكيد لديكم احلام اكيد لا لا احلام تاعنا انه يعني المؤسسات جميع المؤسسات يعني اللي تفوت يعني في المشتلة مؤسسات يعني مدى بينا قاع يعني تكون في الصدارة وتحصد جوائز سما وطنية ومحلية في من ناحية سما المسابقات هذه الابتكارية وكلش هذه هي يعني. عندكم ممكن عمل تقوموا به مبادرة تقوموا بها إن شاء الله الأسبوع المقبل ممكن تحدثنا عليه شوية نعم كان يعني الأسبوع العالمي للمقاولاتية إن شاء الله يعني هو يبدأ من 16 نوفمبر إلى غاية 22 نوفمبر هذا الأسبوع يدخل له عدة نشاطات كاين ايام اعلاميه كاين دورات تكوينيه مع خبراء كاين اساتذه جامعيين ويتخللوا ندوه حول الاستثمار يعني بتنظيم مديريه الصناعه والمناجم وكذلك في مدينه توغرد يعني بالتنسيق يعني مع غرفه التجاره والصناعه يعني فوالا تاع ورقلة يعني كاين يعني ومن هذا المنبر يعني يدعو سما دعوه عامه لجميع اللي حاب يعني يجي فعلى الراغبين انضمام الى مشتلة مؤسسة بيوركلا مرحبا بهم ان شاء الله مرحبا بهم ان شاء الله اذا مشاهدينا موضوعنا اليوم كان عن مشتلة مؤسسات ومهامها في تنشيط المجال الاستثماري بيوركلا في جميع المجالات الفلاحي الصناعي التجاري وكذا حتى التكنولوجي الى وعوده مره ثانيه الى الاستديو يعطيك الصحة منير تحياتنا ليك ولكامل زملائنا بمحطة ورقلة الجوية الموعد الأسبوع القادم وحنا مكملين عدد اليوم من برنامج صباح الخير يا جزائر بين مختلف الفقرات والأركان اللي تعودتوا عليها صبيحة كل يوم أربعاء وكما كل يوم أربعاء راح تكون معنا بعد قليل حبيبة باش تقدم لكم أهم المواعيد الخاصة بمجلة المستهلك وقبلها نتابعوا فقرة دليل المستهلك لبرنامج صباح الخير يا جزائر وين اليوم راح نشوفوا موضوع مهم بشكل كبير يخص المستهلك الجزائري في مجال الدواء بين المنتوج الجزائري وكذلك المستورد من الخارج نتابعوا كيف هذا الروبورتاج ونرجع لكم كمان الإنسان حالة طبيعية بين الصحة والمرض حيث هذا الأخير يحتاج إلى الدواء ومع مرور الزمن إلى الآن يتم اكتشاف عديد الأدوية في العالم وفي الجزائر يتم إنتاجها وفق المعايير العلمية الدواء باختلاف شركات إنتاجه يسوق للصيدلية فالمريض بالوصفة الطبية يشتري ما يشفيها إن شاء الله لكن المستهلك كيف يرى المنتوج الجزائري من الدواء عن غيره في العالم أنا نختار الجزائري جا حاجة لولها نصن ديزاجيريا باش نشجع المنتوج الجزائري وهذا بارالغون pour te faire savoir il est demandé en France كان هنا خاوتنا نتاع الجاليه الفرنسيه يا نتاع الجزائريه اللي يجيو لهنا للجزائر يديمونديو بارالغون يطلعوه معاه هي لازم وصفه من عند لو ميتسان سابري ان اوردونونس بيان سور كي يجيو دي فوا لو فارماسيان كيما تكون تاع المنتوج الجزائري بور المومون والله الحمد لله كاين وين دوا وين اون افي اون بينوري ما كانش لهنايا لازم يجيو من فرنسا ولا من الخارج مي بور المومون كي ما كاين هادي تاع صيدال كاين لا برودكسيون دوكا اوكي كاين دوا لي ديسپونيبل انا ماذا بيا بيان سور ندعم المنتوج تاع الوطن تاعي بيان سور مي اون في كونفيونس في المنتوج الاوروبيان ولا اوكسيدون باسكو من باب ليتود تاع الدواء دون لي لابو تاعنا اون با سي ديكسبيريونس ولا سي سافوار باش نخدموا حنا ميديكامون المنتوج الجزائري من الدواء متوفر في الصيدلية لكن مشكلة الثقة يبقى سر نجاح الدواء صنع في الجزائر
نشوف لا كومبوزيسيون جو لي توجو puisque c'est la même chose que celui de l'étranger je vois pas pourquoi je sais pas si vous avez vérifié ces temps-ci d'avoir un grand reportage en France et eh ben je préfère peut-être faire confiance à là parce qu'il y a plus de contrôle que de les laboratoires étrangers انا j'ai toujours utilisé les produits algériens pourquoi pas pour mes تعدوية اللي ضرورية j'utilise le تاع الجزائر المنظمة العالمية للصحة والقطاع الصحي في الجزائر يراقبون عملية إنتاج الدواء ووفق القانون العلمي لذلك وأكيد أن من يخالف ذلك يتعرض لعقوبات صارمة طبعا للحفاظ على شفاء المرضى وسمعة الدواء صنع في المخابر الجزائرية يعطيك صحة محمد على هذا الموضوع إن شاء الله نكونوا فدنا به المشاهدين مع تمنياتنا بالشفاء لكل المرضى إن شاء الله ما تحققوش كامل الدواء العموم لما نحكوا على الدواء بين المنتج داخل الجزائر وخارج الجزائر احنا نشوف فراي حبيبة اللي تقدم مجلة المستهلك صباح الخير حبيبة صباح الخير محسن وصباح الخير لكل المشاهدين اللي يحضرونا هذا الصباح مسؤوليتي مختصة في كامل المواد الاستهلاكية مش رايك في الموضوع إذا كما شفنا الموضوع الأدوية الجنيسة ولا احنا سمعنا لو تيمونياج تاع المستهلك الجزائري وين يقول لك باللي اذا كان فيه نفس المكونات علاش انا نروح نشري المنتوج اللي يجيني من الخارج صح. نشري المنتوج هنا الجزائري اللي ينتج جزائري راح يكون عنده فعاليه كيف كيف صح, صح. مادام هي المكونات نفسها خاصه في هذه المواد يعني اللي هي علميه 1 زائد 1 يساوي 2 ما نحكوش مثلا على لبسه ولا حاجه واحده اخرى هنا النوعيه والكيفيه لكن الامور العلميه نظن انها هي نفسها خاصه كاين معايير دوليه نعم محسن هي قلت نفسها انا قلت يتغير برك التعليب تاع العلبه يتغير بالك الاسم لكن حنايا كما قلت المره اللي فاتت جزنا في وقت وين المستهلك الجزائري كان فقد شويه ثقه بالمنتوج الوطني على هذيك دوكا يحبوا يشوفوا المنتوج الاوروبي ولا لكن حنا نقول لهم انه المنتوج الوطني منتوج صحي ويكون عنده فعاليه لكن بالك خير من اللي يجيبوه من الخارج. المهم دائما نعاودوا نتمناو شفاء لكل المرضى ونروحوا الى مجله المستهلك. اذا مجله المستهلك كالعاده يعني تجيكم اسبوعيا يوم الأربعاء على الساعة 5:30 على قناة الأرضية بمواضيع مختلفة أكيد هي مواضيع الساعة اللي تهم المستهلك من قريب أو من بعيد وراح نشوفوا الآن لقطات من هذا من مواضيع النهار اليوم إذا كما قلت في الموضوع الأول اليوم راح نتكلموا عليه هو على الإنترنت يلا وش رايك نروحوا نشوفوا صور نشوفوا ونعودوا نرجع يلا نحمي المستهلك من كل النواحي من ناحيه عندنا ديزاجون دو كاليتي من حيث النوعيه ومن حيث تانيك ممارسات تجاريه اقترح عليك غرامه الصلح غرامه الصلح هذه تقدر ب 30 مليون سنتيم 30 مليون اسكو لا قبلت بها ولا ترفض بها مرفوض هذه حاجه ضروري ما نعرفش ما نحبش بزاف الخضره ما كنطيب لي عدس ولا ما ناكلش هاد التغذيه الجديده راهي راهي غيش اون اسيد غراس ساتوري راهي غيش اون سكر اون سيل يا با دو لونفون اللي يشرب بالماء راهو يشرب في الجو راهو يشرب في الصودا هي عباره عن خدمه انترنت لاسلكيه اللي تمكن زبائن اتصال الجزائر يستفادوا بالانترنت عالي التدفق هي مواضيع مجلة المستهلك لعدد اليوم راح تفصل فيهم أكثر حبيبة هكا باش تشوقكم وتابعوا المجلة. إذا كما قلت لي زميلي محسن شفنا اللقطات لقطات المواضيع اللي حتجوز اليوم إن شاء الله، إذا في الموضوع الأول راح نتكلموا عن ضروري احنا نديروا نتكلموا على فرق المراقبة وقمع الغش وحماية المستهلك يعني بين قوسين دي سي بي اللي متواجدين في كل الولايات، هذه الفرقة يعني تقوم بزيارات فجائية على المحلات على المطاعم من أجل ماذا؟ من أجل كشف التجاوزات اللي يقوم بها أصحاب هذه المحلات. وجل المخالفات المسجلة تكون إما عدم إشهار البيانات القانونية عدم احترام شروط النظافة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك لكن احنا اللي نتجاهلوه هنا
كي تسجل المحضر وتتسجل المخالفه واش يجي بعد المحضر، يعني المتابعه القضائيه ولا القانونيه، وهذا اللي راح نتعرفوا عليه في موضوع الاول للزميله سليمه بن هلال. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني راح نتكلموا على التغذيه السليمه للاطفال. عودنا احنا الاطفال ما تعودوا يعني للاسف على سلوكيات غذائيه خاطئه، يعني ولاش دوق الخضر والفواكه هي الاساس، ولا المصروف اليومي يصرف يوميا على الاطعمه الجاهزه. وهذا اللي راح ياثر سلبا على صحه الطفل. اما بالنسبه للموضوع الثاني راح نتكلموا على الانترنت. اذا اتصالات الجزائر من اجل يعني كشفت الطلب المتزايد على الانترنت فائق السرعه، قامت باطلاق عروضها الخاصه بما يعرف بال4G او الجيل الرابع. هذا ال4G او الجيل الرابع راح تسمح بفك العزله الرقميه في المناطق المحرومه من خدمات الجيل الثالث للنقل اي ال3G يعني. وقلنا انه في هذا الموضوع حنتعرفوا على مميزات ال4G، يعني واش هي اللي تمتاز بها، التعريفه ديالها، كيفاش المستهلك يمكن له يحصل على هذه الخدمه، يعني وين يروح، كل الاجراءات. وراح نتعرفوا ايضا على الجهود اللي تقوم بها اتصالات الجزائر يوميا من اجل تقديم خدمه افضل للزبون. صحيح، وشيء مليح انه رانا نواكبوا العصر، خاصه هذه الخدمه على في انتظار انه تتعمم على كامل الولايات، لانه فيه مناطق خاصه وين راهي تمشي هذه الخدمه. نعم، كما قلت زميلي محسن، الانترنت ولات يعني شيء ضروري، ولا المواطن لو كان تروح له الانترنت يحس روحه انه معزول عن العالم. يعني على هذاك قلنا انه ل4G تكون فائقه السرعه وراح تفك العزله الرقميه، قلنا على المناطق المحرومه والمناطق اللي تكون نائيه. رستم وزملاء ميسقسوا حبيبه وعلاقتها بالانترنت، مدمنه الانترنت شويه شويه؟ لا والله والله ماني مدمنه، يعني حبيبه تحب الكتب وكان على بالي قال لك لو كانت تروح الانترنت في الليل واش دير؟ لا ما ندير والو، نرقد نفتح كتاب ونقرا والله، ولا نرقد. مانيش مدمنه، يعني حتى الادمان حنا نقولوا، كي قلت تكلمت لي على الادمان، حنا نقولوا انه منيح نستعملوا الانترنت كي نكونوا سحقوها في الدراسه ولا دي ريشيرش ابحاث ولا في العمل ولا، لكن الادمان ثاني ماشي مليح، راهو مضر حتى صحيا مضر. صح، يعني هذه صح مليح، هذا موضوع مليح. يعطيك الصحة حبيبة. يعطيك الصحة أنت، شكرا لك وشكرا للمشاهد وشكرا للفريق التقني. نشوفوك العشية إن شاء الله على قناة الأرضية. على قناة الأرضية على الساعة 5:30، يعد بث أيضا المجلة غدا إن شاء الله على الساعة 12، وفي الجزائرية الثالثة يوم السبت بحول الله على 12. يعطيك الصحة، أنا أشكرك حبيبي ونشكر كامل الفرقة التقنية لخدمتكم مشاهدينا هذا الصباح. شكر خاص لكل قسم الانفوغرافيا، انفوغرافي جميلة عبلة علال وزهير على الصور اللي دائما يمتعونا ويمتعكم بها مشاهدينا. إن شاء الله خدمتنا الصباحية نالت إعجابكم. تحيات فريق الإخراج مهدي ورستم بن ناصر، رئيس الركن محمد عبدون وأحمد تامات. هلا وفرحكم غدا، يتلقى بكم يوسف حميد نهاية الأسبوع. هلا وفرحكم بزاف بزاف، قبل الأخير.